مشاهدينا وتابعينا في كل مكان، اهلا وسهلا بحضراتكم، منوريني دايما ومشرفيني في قناه الاهلي وملعب الاهلي. ملعب الاهلي النهارده فيه كلام كتير جدا عن شكل الدوري العام بعد مباراه دجله والنجوم اللي اقيمت قبل قليل وانتهت اخيرا بفوز دجله بهدف نظيف يحصد 3 نقاط من اول مكسب ليه في الدوري العام. هنتناقش مع حضراتكم في كل شكل الدوري العام في الاسابيع الاخيره مع نجوم الاهلي ونجوم مصر ونجوم السيد التحليلي كابتن عادل طيامه وكابتن شريف عبد المنعم وكابتن ماهر همام. ان شاء الله هنتكلم معاهم في كل التساؤلات الخاصه بحضراتكم، كمان هنتكلم اكيد عن ماتش الاهلي وحوريه الغين ان شاء الله يوم السبت الساعه 9 مساء، وهيبقى معانا بعد قليل عميد محمد مرجان مدير تنفيذ نادي الاهلي عشان يقول لنا اخر التطورات في موضوع التيكت والجماهير وكمان نظام اللائحه الاساسي النادي الاهلي واللي الكل بيتساءل عنه. ان شاء الله تكون حلقه مميزه، كمان معايا فيديو مميز جدا جدا اعرضه لحضراتكم عشان تشوفوا ان الاعاقه ليست اعاقه جسديه ولكن الاعاقه اعاقه يعني بتبقى في التفكير والذهن. معايا فيديو جامد جدا جدا اكيد هيستحوذ على قلوب كل المشاهدين بعد ما تشوفوا هذا الفيديو اللي هعرضه لحضراتكم بعد ما اقول لكم اخبار النادي الاهلي اللي اكيد برضو مستنينا. الاهلي طبعا بكره ان شاء الله هيدخل في تدريب مسائي في الخامسه بعد العصر، وان شاء الله هيدخل على معسكر باحد فنادق القاهره استعدادا لمباراه الاهلي وحوريه الغيني في ربع نهائي دوري الابطال. مباراه كلكم بتستنوها وانا عارف كلكم كمان، احنا كمان هنا في قناه النادي الاهلي بيبقى قلبنا قبل المباراه كده بيبدا يدق زياده، عارفين مباراه مهمه، عارفين ان كل الجماهير بتستناها، احنا كمان بنستناها. وحشتنا قوي الاميره الافريقيه، وحشنا كمان كاس العالم للانديه، وحشنا طموح النادي الاهلي في كل مكان. ان شاء الله رجاله النادي الاهلي يبقى عند حسن ظن الجميع. ان شاء الله زي ما قلت لحضراتكم الفريق هيدخل بكره في معسكر مغلق باحد الفنادق استعدادا لهذه المباراه. ده اللي قاله باتريس كالتيرون ومحمد يوسف المدرب العام للنادي الاهلي والقائم باعمال مدير الكره بعد التدريب غدا ان شاء الله يدخلوا في معسكر لهذا اللقاء الهام جدا. الشناوي كمان اصبح جاهز للقاء بعد ما تعرض لكدمه في الركبه على اثرها استبعده الدكتور خالد محمود من المران خوفا لتفاقم الاصابه. قال له يلا بينا مش عايزين اي حاجه تانية، مش ما عندناش استعداد نخسر لعيبه، عندنا اصابات كتير جدا، مش عايزين نخسر كمان حارس زيك. ان شاء الله بكره يكون متواجد في التدريب الجماعي للنادي الاهلي ويكون جاهز لمباراه حوريه الغيني يوم السبت الساعه 9 مساء باذن الله. ده اللي قاله خالد محمود طبيب النادي الاهلي. ايضا ناصر ماهر بيتعافى من الاصابه اللي لحقت بيه، كانت اجهاد، مش هنقول اصابه هنقول اجهاد في العضله الخلفيه، لكن ايضا الجهاز الفني بقياده باتريس كالتيرون فضل اراحته خوفا من تفاقم الاصابه، ودي حاجه صحيه جدا وحاجه مطلوبه خصوصا ان احنا شايفين كل اللعيبه يعني ربنا يبعد عنها الاصابات، كله داخل في دوامه اصابات كده، مش عارف ده حسد بقى ولا ايه، عايزين نذبح حاجه ان شاء الله نبعد عننا الموضوع الاصابات ده. سعد سمير ونجيب ويعني لعيبه كتيره جدا او لعيبه مهمه جدا. ان شاء الله يكون جاهز لمباراه العوده. وانا قلت لكم ناصر ماهر واتكلمت فيه كتير جدا امبارح، ناصر ماهر محتاج مسانده جماهيريه اهلاويه في المقام الاول والاخير، مش عايزه يسمع لاي حد، مش عايزه يسمع الاراء اللي دايما بتكون هدامه مش بناءه. ناصر ماهر لعيب مميز جدا، لعيب موهبه عاليه جدا، انا دايما بقول له الكلام ده لان المفروض ان احنا نقول الكلام ده هو يستقبله استقبال ايجابي وليس سلبي، استقبال ايجابي ان هو يرفع من معنوياته كلام كل الناس ان هو لعيب مميز، استقبال سلبي ان هو ياخد الكلام بقى ويعيش ان هو لا انا بقيت نجم وانا وانا وانا، والكلام ده الحمد لله مش متواجد فيه لعيبه النادي الاهلي بصفه عامه. ان شاء الله الناس نصر يكون عند حسن ظن الجميع ويقدم مباراه مميزه جدا. سعد سمير كمان بيخضع لاختبار طبي غدا لتحديد موقفه امام حوريه الغيني. سعد سمير مدافع ايضا من العيار الثقيل تعرض لشد في العضله الخلفيه، اعتقد ان هو ممكن يبقى بعيد شويه عن المباراه لان العضله الخلفيه زي ما قلت لحضراتكم امبارح ايضا عضله بنقول عليها عضله خداعه شويه، ان انت تحس ان انت بقيت سليم وتنزل التدريب وتحس بالامها مره ثانيه بس بيكون الالم أكبر شوية. إن شاء الله يتعافى سعد سمير يا رب يلحق بالمباراة، ولكن موضوع بعيد شوية لكن في إطار استعادة أو في إطار علاجه إن شاء الله الطبيعي. السلية كمان أيضا يبقى بعيد عن المباراة، بيبدأ تدريبات الجري حول الملعب على هامش المران الصباحي لفريق النادي الأهلي. بدأ عمرو السلية بالجري حول الملعب استعدادا للتأهيل والتخلص من الإصابة التي تعرض لها مؤخرا بشد في العضلة الضمة. عارفين أن السلية
يعني كان تعرض للإصابة دي وهيغيب عن مباراة فريقه المقبلة إن شاء الله يوم السبت. كنا عايزينه طبعا، عايزين كل اللعيبة، لكن خلاص قدر الله وما شاء فعل. النجم الكبير ومحبوب الجماهير الأهلوية وعشاق الأهلي ومعشوق الأهلوية كمان، المدرب الكبير جدا مانويل جوزيه، أيقونة النادي الأهلي واللي ارتبط اسمه بالنادي الأهلي والناس عشقته باللي عمله مع النادي الأهلي وبطولاته وإنجازاته وحبه للجماهير الأهلوية، حبه للنادي بإخلاص جدا جدا جدا. النهاردة مانويل جوزيه حضر التمرين للنادي الأهلي تحفيزا للاعبين علشان المواجهة اللي جاية إن شاء الله، عارف إن هي مواجهة بتبقى صعبة جدا، مواجهة مؤثرة جدا، خلاص بنلعب في الأدوار الأخيرة. عشان كده مانويل جوزيه المدرب العظيم لنادي الأهلي حضر النهاردة تدريبة النادي الأهلي واتكلم مع محمد يوسف واتكلم مع باتريس كالترون، يعني حاجة تحفيزية جدا، حاجة كانت مهمة جدا. أعتقد إن كل اللعيبة استقبلوا مانويل جوزيه بترحاب شديد جدا، وأعتقد إن هو رفع من الحالة المعنوية للاعبين. مانويل جوزيه مش محتاج ان انا اتكلم عليه، مخلص جدا وعاشق للنادي الاهلي وعاشق كمان لتراب النادي الاهلي، وعمل مع النادي الاهلي انجازات لا تحصى ولا تعد وحاجات جميله جدا، وطلع لنا نجوم كبيره جدا يعني منهم النجم الكبير محمد ابو تريكه. حريه الغيني هتدرب او تدرب على ملعب مدينه نصر النهارده بعد العصر، هتدرب على ملعب السلام في 9 مساء الجمعه موعد المباراه. لازم طبعا يتمرن على الملعب اللي هيتلعب عليه المباراة، ويتمرن كمان في نفس ملعب في نفس توقيت المباراة. قلنا واتكلمنا على حرية الغين، وهنتكلم عليه كمان مع ضيوفي الكرام. فريق مش عنده تشتيت قوي، فريق منظم هجوميا لكن عنده ثغرات دفاعية كبيرة جدا ممكن يستفيد بها النادي الأهلي ولازم يستفيد بها النادي الأهلي، وهنتكلم كمان بالتفصيل مع ضيوفي الكرام. أيضا الأهلي بيعلن الصيغة النهائية لمشروع لائحة النظام الأساسي، هقول لكم الخبر بالتفصيل، وكمان هيبقى معايا وشرفني العميد محمد مرجان المدير التنفيذي النادي الأهلي علشان يوضح لنا اللي حصل بالظبط في الآونة الأخيرة. الإدارة التنفيذية النادي الأهلي قامت بعد ظهر اليوم بنشر الصيغة النهائية لمشروع النظام اللائحة الأساسي للنادي الأهلي على لوحة الإعلانات بالفروع الثلاثة وفي توقيت واحد، حتى تكون في متناول الأعضاء للاطلاع عليها قبل التصويت على مشروع اللائحة في يوم انعقاد الجمعية العمومية غير العادية والمحدد له إن شاء الله يوم 28 من سبتمبر الجاري. هذا وقامت الإدارة التنفيذية برئاسة العميد محمد مرجان بطباعة 30,000 نسخة من مشروع اللائحة في شكله النهائي، وبدأ توزيعها على الأعضاء مجانا ابتداء من الغد، أو سيبدأ توزيعها على الأعضاء ابتداء من الغد. أعتقد أنه مشروع اللائحة عملوا فيه كل حاجة ممكن تتخيلها أو ممكن تفكر فيها كابتن محمود الخطيب ومجلس إدارته الموقر، عملوا كل حاجة ممكن حد تيجي في دماغه، طرح اللائحة على الأعضاء على الأشخاص الهامة جدا، يعني كل حاجة عملها بصراحة عشان يعمل لائحة تليق باسم النادي الأهلي وتليق بأعضائه الموقرين. إن شاء الله تكون حاجة مميزة جدا زي ما النادي الأهلي معودنا دايما. هيتكون في متناول الأعضاء 30,000 نسخة ابتداء من الغد إن شاء الله، زي ما حضراتكم شايفين صور قدام حضراتكم توثيقية لكابتن محمود الخطيب أثناء مناقشته لنظام اللائحة الأساسي. زي ما قلت حضراتكم مجهود كبير جدا بذله كابتن محمود الخطيب ومجلس إدارته في هذه اللائحة وتعديل بنودها، عرضوها على الأعضاء والأعضاء يعني مزيد من التفاصيل بينضم إلي سيادة العميد محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي الأهلي ودينامو النادي الأهلي. في الحقيقة سيادة العميد مساء الفل عليك. مساء الفل يا كابتن ميدو، ازي حضرتك كابتن الأهلي؟ دايما بتنورنا ودايما بتسعدنا بمداخلاتك. يعني عايزين نعرف آخر تطورات نظام اللائحة الأساسي النادي الأهلي وآخر تطورات الماتش الأهلي إن شاء الله في اليوم السبت ان شاء الله على ملعب السلام، واعتقد ان في طبعا كان اقبال جماهيري هائل على التذاكر. لا والحمد لله بالنسبه لائحه النظام الاساسي او دستور الاهلي زي ما احنا يعني الناس بتقول وزي ما كل الحوار المجتمعي اللي حصل الحمد لله رب العالمين بيقول، احنا النهارده بالفعل تم تعليق الكشوفات الصيغه النهائيه للائحه في الثلاث فروع في وقت واحد، وبالفعل برضو اتنزل مشروع اللائحه نزل على الموقع الرسمي للنادي الاهلي
ان شاء الله باذن الله، وان شاء الله باذن الله بكره هنستلم النسخ من المطبعه عشان خاطر تتوزع على اعضاء الجمعيه العموميه. احنا ملتزمين بالكلام اللي احنا قلناه، ملتزمين بمواعيدنا طبقا للقانون. بنقول للناس والاعضاء الجمعيه العموميه عارفه طبعا الحمد لله رب العالمين، احنا يعني كان عندنا 3038 مقترح بكلهم تقريبا اللجنه القانونيه برئاسه المستشار محمود فهمي والقامات المستشارين القانونيين اللي كانوا معاه، وصلنا بشكل نهائي وبصيغه نهائيه وبمراجعه لغويه من زميلنا المستشار احمد حسين رئيس قسم اللغه في مجلس الدوله، وطبعا المستشار اسامه قنديلي اللي بذل مجهود غير عادي صراحه، الاستاذ ابراهيم الكفراوي عضو مجلس الاداره، محمد الجرحي النائب رئيس مجلس قسم الاهلي العامري فاروق، كلهم بذلوا جهد غير عادي. النهارده بالفعل تم اللائحه على اللوحة الخشبية على مستوى 3 فروع، بكرة هتبقى في إيد الأعضاء بإذن الله بالليل، إذا ما كانش بكرة بالليل هيبقى يوم الجمعة صراحة إن شاء الله هتبقى موجودة. 30,000 نسخة. 30,000 نسخة. الحمد لله رب العالمين. يعني دلوقتي يعني لو هتتابع السوشيال ميديا هتلاقي فعلا، لأن كان في ناس بتشكك في الكلام ده. أنا عايز أقول لك حاجة تميدو، اللي ملوش مصلحة في حاجة بيبقى صوته أو صاحب الحق بيبقى صوته عالي. إحنا الحمد لله رب العالمين مش هنقول اللائحه دي من صنع بشر مش قران، اكيد هيبقى فيها اخطاء، ولكن الحمد لله رب العالمين تلافينا الاخطاء. اقدر اقول لك النهارده بنسبه 95% او 90%، يعني انا شايفها الحمد لله، ومتابعين على السوشيال ميديا في رضا على مستوى فروع النادي الاهلي وعائله النادي الاهلي. اكيد بقدر الامكان النادي الاهلي فعلا مجلس ادارته كابتن محمود الخطيب اعطى السلطه الحقيقيه والحق الحقيقي والحق في تقرير المصير للجمعيه العموميه، وده كان حلم الاهلاويه طول عمرهم. اكيد احنا اول نادي نادى بالجمعيه العموميه هي صاحبه الحق وهي بتقرر مصيرها. اول نادي بيتكلم في الموضوع ده من 2006، اول نادي بيقول اتباع الميثاق الاولمبي. الحمد لله النهارده احنا في 2018، احنا عملنا اللي علينا الحمد لله رب العالمين. مجلس الاداره اجتهد، اخترنا قامات قانونيه عشان خاطر تشارك في صناعه هذه اللائحه. النهارده بقى الفضل اعضاء الجمعيه العموميه عائله النادي الاهلي اللي احنا واثقين فيها كل الثقه باذن الله تشرفنا وتنزل عشان خاطر تحدد وتقرر مصير النادي الاهلي في لائحته الاساسيه او لائحه النظام الاساسي، وربنا يوفق ان شاء الله باذن الله يوم الجمعه 28/9 من الساعه 8 الصبح في انتظارهم لغايه اما القاضي يصفر في صفارته النهائيه باذن الله ويعلن عن النتيجة، وربنا يكرم بإذن الله إن شاء الله. أكيد يا كابتن، يعني وكل الأعضاء الجمعية العمومية زي ما حضراتكم بتقول أنتوا واثقين فيها، هم كمان واثقين في مجلس الإدارة، واثقين في كل اللي بيقودوا النادي الأهلي، وعارفين يعني إيه مجلس إدارة قد إيه هو مجلس محترم وخايف على النادي الأهلي في المقام الأول والأخير. الحمد لله ربنا يكرم إن شاء الله بإذن الله. يعني في جهد مبذول غير عادي، في حوارات حصلت أو حوار مجتمعي وقمة الديمقراطية، في نقاشات حصلت وتبادل آراء ما بين الأعضاء على مستوى 3 أفرع للنادي. لا الحمد لله رب العالمين اتعملت بشكل كويس الحمد لله، ما ناقصت بس ناقص حاجه واحده فقط لا غير، اعضاء الجمعيه العموميه تنزل يوم 28 ان شاء الله تقول رايها سواء موافق او غير موافق، ولكن بيشارك في صناعه دستور النادي الاهلي، بيشارك في صناعه مستقبل النادي الاهلي، وزي ما معالي المستشار محمود فهمي قال هي مش قران قبل أكيد. للتعديل أكيد. ناس كتير في المستقبل هتستفيد منها أكيد. ان شاء الله باذن الله باذن الله هتكون غطت كل طموحات واحلام النادي الاهلي وخصوصا في باب الاستثمار. اكيد يا سياده العميد، يعني واكيد طبعا مباراه مهمه جدا يوم السبت المقبل الساعه 9 مساء على استاد السلام، الاهلي وحوريه الغيني، واخر استعدادات النادي الاهلي لهذه المباراه. طبعا هو امبارح كان في اجتماع امني، والحمد لله احنا يعني نقلنا المباراه في تعاون الامن وبرئاسه الكابتن محمود الخطيب اللي بذل مجهود كبير بالتنسيق مع وزير الشباب والرياضه ومع الاجهزه الامنيه، نقلنا المباراه من برج العرب لاستاد السلام. طبعا استاد السلام انت عارف ساعته 25,180 مقعد، احنا اخذنا الحمد لله امبارح من الامن 15,000 مقعد، يعني بنسبه مش هنقول 75%، ولكن احنا اخذنا نسبه 65%، وده بالنسبه لنا مقبول جدا. انا عايز اقول لك اللي يعني الحجز الاونلاين التذاكر اللي طرحت لجماهير النادي الاهلي نفذت، وان شاء الله باذن الله يستلموها مننا بكره في الاماكن اللي هم بيستلموها منها على مستوى المحافظات ان شاء الله باذن الله. عندنا تذاكر اعضاء الجمعيه العموميه باذن الله هتنزل في المنافس بكره اعتبارا من الساعه 12 ظهرا على مستوى 3 فروع هتبقى موجوده. تمام. في تنسيق الحمد لله مع الامن، اجتماع الامن امبارح توصلوا ان الديوان الاستاد هتكون جاهزه ومفتوحه لاستقبال الجماهير في الساعه 3، هتقفل البيبان الساعة 8 إن شاء الله. طبعا احنا برضو بندعو جماهيرنا
انتوا بتقولوا مش عايزين نروح برج العرب، واحنا في مناشدكم النهارده ارجوكم لو سمحتوا الالتزام التشجيع المثالي دايما، وقوف في ظهر فرقتنا، احنا عندنا مشوار مهم قوي قوي، الافريقيا اهم بالنسبه لنا، وانتوا عارفين كل الناس بتبذل مجهود عشان خاطر بطوله افريقيا وحلم الاهلاويه تاني نرجع كاس العالم ان شاء الله. فالبيبان هتفتح الساعه 3، هتقفل الساعه 8، ارجو حامل التذكره بس هو اللي بيروح، الامن هيتعامل بقى هيبقى موجود ومحيط الاستاد معانا، شركه امن برضه على اعلى مستوى هتبقى موجوده معانا النهارده برضه نفس القصه، مراقبين الامن تحت اشراف الزملاء العميد علاء صلاح الدين، العميد محمود حزين، كابتن اللواء عماد فوزي، الاداره موجوده معاكم من بدري، عايزين النهارده برضه نظهر بالشكل المثالي باذن الله عشان نكمل مشوار افريقيا ان شاء الله باذن الله في القاهره، والاعداد بالنسبه لنا تزيد باذن الله. اكيد يا سياده العميد، الجماهير ما بتصدق، انت عارف جماهير الاهلاويه كمان ما بيصدقوا يبقى في مناسبه ان هم يشوفوا النادي الاهلي فيها، وكمان مناسبه افريقيه، كمان متعطشين ان هم يشجعوا النادي الاهلي بعد غيبه. يعني حضرتك بتقول 15000 متفرج، يعني ساعه كبيره جدا من استاد السلام اللي ساعته 25000 متفرج. انا الناس بيكلموني من بره مصر عايزين يحجزوا تذاكر على الانترنت ومش عارفين يعملوا ايه، عايزين يحجزوا تذاكر يجي يحضروا مباراه ويرجعوا تاني بلدهم او مكانهم اللي هم قطعوا التذاكر منه. انت عارف احنا فتحنا طبعا الموقع الالكتروني، فتحناه اول امبارح، واول لما اتفتح غالبا التذاكر الحصه المخصصه للجماهير خلصت. احنا كنا طارحين 7000 تذكره جميع الفئات، يمكن النهارده برضو اكتشفنا اللي فيه اكثر من 30 تذكره مقصوره تم شرائها عن طريق الاونلاين، بالظبط 300 تذكره درجه اولى ممتاز تم شرائها على الاونلاين، بالاضافه الى الاعداد الاخرى التذكره الموحده، ودي ظاهره كويسه الحمد لله رب العالمين. فيعني انا طبعا يعني على قد ما بنقدر بنحاول نراضي جماهيرنا وبنراضي اعضاء الجمعيه العموميه، لان كل في الاخر جمهور النادي الاهلي حاجه واحده، على قد ما نقدر بنحاول نوفرها. ال 15000 تذكره النهارده بنقول في ايدينا اللي هي توصل ل 50 وترجع تاني 60000، ولكن عايزين الالتزام. اكيد المباراه تعدي على خير ان شاء الله باذن الله. اكيد وربنا يكرم باذن الله ويوفق الجميع ان شاء الله. سياده العميد كل التوفيق لحضرتك وللنادي الاهلي فيما هو قادم باذن الله، بشكرك شكرا جزيلا، وربنا معاك ان شاء الله في المسؤوليه الكبيره بتاعت حضرتك، وانا عارف ان حضرتك قدها وقدود، وان شاء الله تشرف النادي الاهلي في كل مكان. فرجان المدير التنفيذي للنادي الاهلي طالب الجماهير الاهلاويه بالالتزام، وانا عارف الجماهير الاهلاويه دايما ملتزمه ودايما متعطشه ان هي تشوف فريقها في اي مكان، وزي ما انا قلت كمان مناسبه افريقيه. احنا علشان بس نوضح حاجه، دايما بيختلط عليكم الامر او في ناس مش عايزه الدنيا تبقى كويسه فبتنقل الصوره بطريقه ما. يعني لما بنطالب بنقول التزام، بنقول التزام ليه؟ لاننا احنا مش عايزين نخسر الجماهير الاهلاويه تاني، احنا عايزين الجماهير ترجع 15000 و20000 و70000 و80000، ولو كان في مليون حتى في الاستاد يسع مليون يا ريت. مش عايزين يحصل اي حاجه علشان يقولوا لا اصل الجماهير، لا خلاص بقى نستنى شويه تاني، احنا مش عايزين نخسركم تاني. ده الموضوع، لكن موضوع غرامات يا ريت الموضوع كان غرامات ولا حاجه من كده، موضوع فداكوا اي حاجه، لكن ان احنا نخسر واحد بس من جمهور النادي الاهلي هي دي المشكله الحقيقيه اللي احنا بنشوفها. لكن احنا عايزين نحافظ على جماهيرنا، عايزين نكترها كمان، مش عايزين حد يرجع يقول اصل بصوا الجماهير، احنا قلنا الجماهير ترجع والجماهير عملت ايه. ان شاء الله جماهير الاهلي تدي انطباع وتدي دايما درس لكل الجماهير في الالتزام وفي التشجيع المثالي لفرقتها اللي بيحبوها وبيعشقوها، فريق النادي الاهلي. ده كان توضيح حبيت اقوله علشان ساعات يقول لك اصل مش عارف بيقولوا بقى ان نلتزم ومش عارف اصل مش عارف ايه. لا احنا عايزينكم، احنا عايزينكم، عايزين نلتزم عشان احنا عايزينكم، عايزينكم تكتروا وترجعوا تنوروا الاستادات اللي بيلعب على النادي الاهلي في اي مكان في الدنيا. استقبل ضيوف الكرام، كنت اتكلمت معاكم على فيديو عرضه لحضراتكم بعد ما اقول لكم الـ 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 النتائج بتاعه الاسبوع ده. اخيرا انا قلت لكم دجله خلاص، يعني دجله اخيرا اخيرا، دجله المؤسسه الكبيره جدا جدا كسبت ماتش واحد بس، وده اللي احنا انا عن نفسي كمان انا محب نادي دجله، عايز دجله زي ما طلعت تكمل، مش عايز دجله تفضل تعاني زي السنه اللي فاتت. فكويس ان هم كسبوا النهارده، ان شاء الله يكونوا يعني بدايه خير. تعالوا استعرض معاكم بسرعه كده شكل الدوري في الاسبوع اللي اتلعب. يلا يلا يا جماعه، ده النتائج مباراه الجوله السابعه في الدوري العام قدام حضراتكم. الاتحاد السكندري والانتاج الحربي وانتهى 1-1، بتروجيت والداخليه انتهى 1-1. اتكلمنا على الماتشات
امبارح لكن هنتكلم عليها تاني برضو النهارده مع ضيوف الكرام المقاولين العرب وبيراميدز. بيراميدز كسب 1-0 مصر المقاصة وحرس الحدود 3-0 مصر المقاصة. طلائع الجيش والاسماعيلي كانت هزيمه قاسيه جدا عند الاسماعيلي بثلاث اهداف مقابل لا شيء. سموحه والزمالك 1-1 والنجوم النهارده ودجله انتهى لصالح دجله اخيرا بهدف مقابل لا شيء، مع احترامنا طبعا لفريق النجوم اللي مقدم مباريات ولا اروع. مباريات الجوله الثامنه لبطوله الدوري ممتاز قدام حضراتكم ايضا، الداخليه والاتحاد الجمعه ان شاء الله 3:30 الانتاج، ومصر المقاصه الساعه 6، بتروجيت والجونه السبت الساعه 3:30، الاسماعيلي وسموحه السبت الساعه 6، بيراميدز والاهلي، ودي مباراه مؤجله. دي كانت احصائيات الدوري. مباريات الجوله الثامنه ايضا يوم الاحد، خلاص احنا قلنا بقى هنكون معاكم وهنقولها مع ضيوفي الكرام بعد قليل. هعرض لحضراتكم دلوقتي فيديو. انا عارف ان الفيديو ده يبقى صعب شويه على الناس اللي بتحس قوي، لكن نموذج مميز جدا. يعني ولد عنده 12 سنة هتكلم عليه بعد ما تشوفوه، اسمه محمد حسن، هتشوفوه بعد قليل. بيتحدى كل حاجة في الدنيا، نفسه يلعب كورة وبيتحدى كل حاجة في الدنيا، هتشوفوه. الحب بتاع الكورة تحديدا يا جماعة أو الحب الرياضة بيجي من ساعة ما الإنسان بتولد، هو مولود وبيعشق كرة القدم، بيعشق رياضة معينة، بيعشق حاجة معينة، بعشقها من غير حاجه، من غير فلوس، من غير ماديات، مش الجو اللي احنا عايشين فيه دلوقتي خالص، بتولد بيها، بيعيش بيها، بيبقى نفسه يعملها. اعرض لحضراتكم الفيديو عشان تشوفوا قد ايه الولد ده حاجه يعني تفوق الاعجاز. شوف الفيديو ونرجع نتكلم مع حضراتكم على طول. محمد حسن اللي شفتوه ده عنده 12 سنة. محمد حسن عايز يلعب كورة. محمد حسن من بلدي، نواس البحر من المنصورة. محمد حسن الفيديو اللي اتصور ده حد بيصوره بتليفون، هو حاطه عنده على الفيسبوك، وأنا هو عندي، فأنا دخلت فشفت الفيسبوك فبقول له إيه ده؟ فقال لي ده كذا وكذا وكذا. محمد حسن هم عاملين في مركز شباب بيمرنوا الولاد. محمد حسن شاف اللعيبه بتجري وبتنط حواجز وبينط طواق وبيجروا زي ما حضراتكم شايفين كده، بيجروا بوشهم وبيجروا بظهرهم وبيجروا بجنبهم، فهو حب يعمل كده. يعني محمد حسن حب يعمل كده وعمل كده،
انت متخيلين السرعه؟ احنا مش مسرعين حاجه يعني. الفيديو اللي حضرتك بتشوفوه ده احنا مش مسرعينه، او يعني هو سرعته كده بايديه، بيجري بايديه. ف حاجه صعبه جدا، حاجه تفوق فعلا كل التحديات يعني. حتى انا مش لاقي كلام اعبر بيه عن المنظر اللي انا شفته. محمد حسن نفسه يلعب كوره وبيلعب معاهم كوره بايديه، هما بيلعبوه كوره بايديه، ومحمد حسن بيقول ان هو بيجري زينا وزي ما انتم شايفين كده بينط حواجز، يعني كفايه سمير يعني كفايه. مش عارف اقول ايه بصراحه. لما تيجي تساله يقول لك انا عايز العب في الاهلي، انا عايز ابقى زي محمد صلاح. هتقنعه ازاي بقى ان هو يعني يلا نطلع فاصل ونستقبل ضيوفنا الكرام، كابتن عادل طعيمه وكابتن شريف عبد المنعم والكابتن ماهر همام. اهلا بحضراتكم من جديد، لسه مستمرين معاكم في ملعب الاهلي، ونورني وشرفني نجوم مصر ونجوم النادي الاهلي الكباتن الكبار كابتن عادل طعيمه. اهلا وسهلا بيك. اهلا بيك كابتن، نور الدنيا. ربنا يخليك. عامل ايه؟ والله زي الفل. كله تمام الحمد لله. الحمد لله. ايضا نجم مصر والنادي الاهلي كابتن ماهر امام. كابتن كبير، مساء الفل يا كابتن. مساء الخير يا ميدو، وحشنا ميدو. عامل ايه؟ اخبارك ايه؟ كله تمام؟ وانت كمان والله. ربنا يكرمك يا رب. الجان بتاعنا بقى كابتن شريف. كابتن ميدو الجيان بتاعنا. ويلكم باك يا كابتن. ثانك يو يا كابتن. منورين الدنيا يا كابتن. يعني عندنا حاجات كتير النهارده، عندنا احصائيات عن الدوري الممتاز، عندنا مباراه الاهلي زي ما قلت لحضراتكم في الانترو، مباراه الاهلي المرتقبه اللي حضراتكم كلكم مستنيينها وحوريه الغين ان شاء الله يوم السبت الساعه 9 مساء. عندنا مباراه اخيرا دجله كابتن كسب مباراه في الدوري دجله اللي كان الكبير ده، يعني اول مباراه يكسبها النهارده بطلوع الروح 1-0. شايف المباراه كانت ازاي؟ أو إيه رأيك عموما قبل ما ندخل في تفاصيلها؟ بسم الله الرحمن الرحيم. بداية، في أحيانا البعض بياخد الأسابيع الأولانية من الدوري كمقياس للحكم على مين هيقعد ومين هينافس ومين هيبقى في الوسط. لسه وده غلط. تمام. أنا شفت إحدى التحليلات كان بيقول إن وادي دجلة تقريبا هو والحرس تقريبا نزلوا خلاص. مع إن الفارق بين حرس الحدود ودجله قبل مباراه اليوم الفرق اللي في الوسط يعني 5-6 نقط المفروض في ماتشين بيجيبهم. النهارده المكسب بتاع وادي دجله يعني اكد على كلام حضرتك وحضرتك كامل طبعا، يعني حرس الحدود 3 نقاط، الاسماعيلي في المركز التاسع ب9 نقاط، يعني ماتشين زي ما حضرتك بتقول ماتشين. ما ينفعش ان انا كمحلل اطلع اقول يا ناس يا اخوانا انتوا هبطوا خلاص، ده مش عدل، ده مش عدل، وده مش تقييم مظبوط. دي نقطه مهمه. انما الحقيقه كان الماتش النهارده الشوط الاولاني حرص شديد جدا من الفريقين، طلع الجيش 8، حرص شديد من الفريقين بشكل غير طبيعي. يمكن فرصه هنا وفرصه هنا فقط اللي كانت في المباراه. الحاجه الثانيه مع الحرص ده كان ممكن جدا الشوط الاولاني ينتهي بتقدم وادي دجله، لانه فعلا كان وادي دجله هو الاكثر حرصا على المكسب. الشوط الثاني برضه نفس الاداء، الا انه الماتش بينتهي عن طريق كره ثابته اتلعبت بحرفيه، نوع من الخداع، ثم تركنت بشكل رائع جدا من الظهير الايسر سالم، حطها على يمين احمد سعد. فطبعا تحس انه نادي النجوم النهارده لعب فردي، تمريرات مقطوعه، مفيش الروح اللي احنا شفناها في ماتش الزمالك وفي ماتش الاسماعيلي والاداء اللي كان مميز ده. وبعدين برضو خروج امين راس الحربه صلاح امين اثر بشكل طبعا قوي جدا، لان الولد ده حقيقه فرود مؤثر جدا وبيأثر تأثير قوي جدا على
فريق فريق النجوم، لكن الحقيقه المباراه كانت وجهه نظر الجمهور ممله، الا انها كانت مهمه جدا لوادي دجله علشان الجهاز يستمر، وعلشان النهارده ما يبقاش في المركز الاخير، يبقى عدى حرس الحدود بنقط، بيبقى عنده بقى الامل زي ما حضرتك قلت، نادي كبير وامكانيات كبيره جدا، ممكن جدا مع ماتشين كمان تبص تلاقيهم بقى في وسط الجدول. اكيد هرجع لحضرتك تاني عشان برضو نتكلم عن هذه المباراه بعد ما اسمع راي الكابتن ماهر في هذه المباراه في العموم قبل ما ندخل في التفاصيل. طبعا مبروك لوادي دجله، كان مباراه بالنسبه له 6 نقاط، وانت في الجدول كده بتحسب الاستراتيجيه بتاعتك ميدو من خلال هذه اللقاءات. مهم جدا انك انت تكسب الفرق اللي زيك، يعني مش بتلاتة بوت بس، بتبقى 6 نقاط. ما لو ما كسبتش النهارده اكنك ضيعت 6 نقاط، اللي زيك في النقاط بالظبط، زيك في النقاط وفي الترتيب. تمام. فمهم جدا انك انت كنت تكسب النهارده. وادي دجله كان واضح قوي ان عنده دوافع انه يكسب من خلال هذا اللقاء، وفعلا يمكن كره ثابته اتعملت بشكل جيد، يمكن دي كانت الكره الوحيده اللي كانت موجوده فنيا، وانت عارف ان كرات الثابته ساعات بيلجا ليها بعض المدربين بيكسب بيها خلال حل من الحلول، حل من الحلول بيكسب بيه هذا اللقاء. لكن عايز اقول لك ان كان جيم مقفول بالنسبه للفرقتين، الفرقتين كانوا موجودين في نص الملعب بشكل كبير جدا، الهجمات كانت قليله من خلال شوطين المباراه. عايز اقول لك ان وادي دجله السنه دي بالذات تكوينه للفريق والاستراتيجيه اللي موجود عليها ما فيهاش، مش جامعه بين العناصر الخبره اللي تقدر تساند الفرقه، لعيب الوسط، اللعيبه مثلا الدم الجديد. يعني النهارده رح نبص لمحمد عبد المنصف بس كحارس مرمى، هو اللي موجود في الخط الامامي او الخط في تكوين الفريق، هو اللي خبره، ويمكن دودي الجباس هو راس الحربه. المشكله ان هم عانوا من نفس القصه دي السنه اللي فاتت بشكل كبير جدا. يعني يمكن مع ايام ميدو كان واضح قوي ان الدفع بالناشئين بشكل كبير جدا اثر على نتائج المباراه بعدم وجود خبرات تقدر تساند هذا الدم. السنه دي برضك البدايه من وادي دجله مش واضحه قوي الاستراتيجيه، هو عايز ايه؟ هل عايز يبقى موجود في الدوري العام ولا في تفكير تاني؟ ده مش واضح بالنسبه. انا هاخد راي حضراتكم برضو في الموضوع ده بعد اسمع الكابتن شريف برضو عن هذه المباراه، رايك العام. والله هقول لك على رايي العام، ان الفرقه وادي دجله محتاجه تنظيم ملعب. يعني المباراه الاولى اللي هم لعبوها في الدوري اتسرقوا في اخر المباراه بهدف وتاخروا، انما هم حاولوا ان هم يكونوا موجودين بشكل تحرري، يعني بيلعبوا اوبن جيم مفتوح. الامكانيات والفرديات اللي موجوده والجماعيه ما تسمح لهمش بهذا الشكل اللي هو احنا لازم كنا نعمل توازن، دايما بنعمل توازن دفاعي مع توازن هجومي مع الكونتر اتاك. ده الفرق الكبيره طبعها كده الحقيقه. النادي الاهلي بيلعب كده، النادي الاهلي بيعمل تنظيم دفاعي وبيطلع زي الخليه كده من على الاطراف بسرعات في العمق الهجومي، ده بيبقى شكل، يعني بيبتدي من الدفاع للهجوم. مفيش فرقه في العالم بتلعب متحرره في نص الملعب، انا مش شايف لهم شكل. ما دي نتيجه كابتن شريف زي ما الكباتن قالوا لنقص الخبرات. انا لا، والامكانيات الفرديه، يعني انا ما عنديش الاسماء اللي تخض قوي اي فرقه تيجي تلعبني. فتحس ان زي ما قال ماهر، اللي مش هيلعبوا بعض ياخدوا 3 نقاط من بعض في الحته دي، هيبقوا في ناقوس الخطر اللي اتكلم فيه كابتن عادل. بيحددوا النهارده حرس الحدود، بيحددوا وادي دجله، بيحددوا طلائع الجيش، بيحددوا داخليه، كل من هو بيتناقص منه النقاط بيبقى موضوع اتهام وموضع عدم ثقه انه يقدر يكمل بالمسيره القويه، وخاصه ان الدوري هذا الموسم دوري فرق ليها شخصيه، ليها انياب، ليها طلبات. اللي فاتوا السنه اللي فاتت بيبقى عايز زي الزمالك كده يكون ليه شكل ووجود ويبرز امكانيات على حساب التاخر للفرق الاخرى. مش عايز اقول ان هو ماشي زي السوبر يعني، لا، هو اتعادل وانقذ نفسه امبارح من يعني سموحة. القدر يعني من سموحه ومن انياب سموحه. وما زالت فكره ان اي فرقه كبيره بتلعب بتكسب 1-0 وبتخلي الفريق اللي معاها بيشاركها لغايه 90 دقيقه، زي نادي الزمالك كده بيشرب كاس التعادل او كاس الهزيمه، زي المقاولين العرب شرب من مصر المقاصه واطرد له احسن لعيب عنده اللي هو طاهر محمد طاهر، جاب هدف واطرد فاتغلبوا 2. المقاولين عامل زي وادي دجله، فيش تنظيم خططي او تنظيم داخل الملعب على قد الامكانيات اللي موجوده عندهم. هم طموح كبير قوي، ولكن الفرديات والجماعيه اللي موجوده لا تسمح باكثر مهما من اللي احنا بنشوفه داخل الملعب. وكان والشيء الطبيعي
النتائج اللي انت بتشوفها. انت كنت عايز تتكلم على الولد اللي شفته في الفيديو، بس احنا يعني هنتكلم عليه، هنتكلم عنه باستفاضه بس بعد ما هنتكلم عنه بعد ما انت تسمح لنا ان احنا هنتكلم عنه في اخر كلامنا كده ان شاء الله. اوكي. يعني كابتن حضرتك قلت لي في محللين دايما سابقين الاحداث، اللي هو في نزل مش عارف مين، واحنا لسه سبع اسابيع او ست اسابيع اعتقد يعني. بس في عند حضرتك خبرات كبيره جدا، تقدر تقول لي دجله رايح فين تحديدا؟ انا مهتم بدجله طبعا مع احترامي الكبير طبعا للنجوم، هنتكلم برضو عليها برضو بالتفصيل، لكن دجله كمؤسسه كبيره جدا. طيب معايا كابتن عبد الباقي جمال مدرب فريق واد دجله، اهلا وسهلا بيك كابتن. اهلا وسهلا كابتن ميدو، كل سنه وانت طيب. وحضرتك طيب، ومسا على حضرتك طبعا وعلى الكباتن الكبار اللي بتستضيفوا حضرتك. معاك كابتن كبير كابتن عادل الطعيمه، كابتن ماهر همام، كابتن شريف عبد المنعم. ماهر طبعا، اهلا بيك كابتن. وطبعا لسه كنت بتكلم قبل ما حضرتك تشرفنا في المداخله، بتكلم عن وادي دجله ككيان كبير جدا واول مكسب في الدوري هذا العام، شايف الموضوع ازاي؟ والله كابتن، واحنا زي ما حضرتك بتقول احنا كيان كبير بقاله سنين، دلوقتي بقينا من الفرق اللي دايما معتاده انها تبقى في الدوري المصري، متعود عليها تظهر بشكل كويس، بس احنا الاستراتيجيه عندنا اختلفت شويه، او بقى في بلان جديد للنادي. طبعا حضرتك عارف الارقام اللي بتدفع دي اكيد، فاي فمحدش هيقدر يجاري الارقام اللي بتمشي دي اللي موجوده حاليا، غير لو في قطاع ناشئين او عنده لعيبه بيصدرها دايما. او فاحنا اعتمدنا الفتره اللي جايه كان على حتى يعني النهارده في حوالي سبع لعيبه مواليد 97 تمام، يعني تحت السن مش موجودين حتى في قائمه الفريق الاول تمام، كانوا في الملعب النهارده. فده توجه النادي، او ده اللي النادي بيفكر فيه الفتره اللي جايه، ان احنا عندنا قطاع ناشئين كويس فنستغله ان احنا نطلع لعيبه ويبقى يعني نعتمد على نفسنا في زي اكتفاء ذاتي كده. مع برضه كان عندنا فريق السنه دي كنا بنلعب بشكل جديد خالص، يعني حضرتك لو شفته برضه بنحاول نبني الهجمه من تحت، بنلعب بوزيشن استحواذ بشكل كبير. يعني هو الفكره جميله يا كابتن، طبعا انا معاك جدا، الفكره حلوه قوي، بس تنفيذها كان في المباراه اللي فاتت كان تنفيذها تقيل على اللعيبه، لكن الفكره فكره احترافيه، فكره جميله جدا، فكره كمان مش جديده، فكره اوروبيه بمعنى عام، ان انا احضر من تحت احفظ لعيبتي. بتحب الناس اللي بتحب تتفرج عليها بالظبط بالظبط، شكلها الجمالي. بس طبعا يا كابتن عارف ان دي اصعب حاجه ممكن تعمل في الكوره، تمام، مع وجود زي ما بقول حضرتك الفرقه كلها يعني هيكل الفرقه والقوام الرئيسي للفرقه لعيبه تحت السن، يعني حتى مش لعيبه شباب صغيرين مثلا. بالظبط بالظبط بالظبط، لا احنا يعني ماتش الاهلي كان فيه اربعه في الملعب بادئين مواليد 94 وواحد مواليد 2000، كان نص الفرقه، يعني عندنا عنصر الخبره موسى ودودو الجباس ومسام العزب. بالظبط، اللعيبه كلها اعمارها صغير والباقي ناشئين، يعني فعلا يعني هم لعيبه يعني هم اللي كانوا بيلعبوا مسابقه 20 سنه السنه اللي فاتت في وادي دجله، فطبعا الطريقه محتاجه. طب ده ما يخوفكش شويه يا كابتن، يعني ما يخوفكش شويه ان طبعا الشباب مطلوبين، وان انا افرغ لعيبه من قطاع الناشئين ان انا ابني عليهم في الفريق الاول، كمان تكلفه او التكلفه الماديه ما تبقاش عليا كبيره جدا في الكلام اللي بتقوله، لكن مخاطره كبيره جدا ان انا ادفع بكل هؤلاء الناشئين في ظل وجود ثلاث لعيبه بس عندهم خبرات، زي السنه اللي فاتت بالظبط مع عمل احمد حسام ميدو، واحمد حسام ميدو نجم كبير وكان مدرب كمان عنده رؤيه كبيره جدا، لكن ما قدرش ينجح بالهيكل الصغير لفنان الدجل. لان السنه اللي فاتت الفكره ما كملتش، يعني السنه اللي حصل تراجع، وعلى فكره احنا كان عندنا يمكن لعيبه، يعني كان عندنا حسين ياسر المحمدي بالظبط، الناس اللي موجوده بالظبط، احمد زيد عبد الملك، كان عندنا بالعكس كان عندنا لعيبه كمان اكبر ولعيبه عدد اكتر. لكن هو الشكل اللي عندنا محتاج، بس محتاج طبعا وقت زي ما بقول لحضرتك، وقت كبير وقت حاجه، يعني انتوا ادرى من الكلام، يعني اي طريقه جديده مش متعودين عليها هنا في مصر، فانا طالما بعلم فانا اسهل لي اعلم ناس لسه مش منقوش عليها حاجه، يعني لسه ما مش بتعلم عليها زي ما بتقول. اكيد كده. اكيد الناس لسه ما فيش مش واصل لها حاجه مختلفه عشان اعدي لحد عنده 30 سنه ولا 35. انا معاك جدا، اعدل فدي بتبقى اسهل. واحنا السنه دي هدفنا نبقى البقاء، يعني كمرحله انتقاليه موجودين في الدوري، مش عايزين يعني مش طموحنا. واحنا كابتن اتفرجت على اكيد شفت ماتش الاهلي، اكيد كان ماتش كويس جدا ضد الاهلي، وكنا والاستحواذ حتى طلع من الماتش، استحواذنا قدام الاهلي وصل ل 68% تمام توتال الماتش، كنا عاملين ماتش كويس مش نستحق ان احنا نخسر. يعني ماتش الاهلي خسرنا 1-0 في الدقيقه 80 ولا 82،
برضو بقله خبرات. هي احنا بالظبط كل ماتش يا كابتن بيبقى عندنا بناخد خطوه لقدام، حتى تقييمنا بعيد عن النتائج. احنا يعني احنا لما حضرتك بتجيب الاداء بنشوف ادائنا لا في تطور، ما كناش قلقانين فعلا يعني. احنا والله احنا الناس اللي شغالات مع الفرقه وعن قرب احنا مطمنين، لان شايفين في تطور بيحصل فظيع مع لعيبه صغيره جدا. يعني اللعيبه دي احنا واحنا عارفين ان احنا في الاول هنعاني، ورئيس النادي عندنا عارف ان احنا وعارف ان وقايل لنا هصبر عليكم، وانا فاهم ان الموضوع ده محتاج وقت طويل. وادي يا كابتن احنا عندنا محمد محمود ده لعيب مواليد 98 ما كانش بيروح منتخب اولمبيا، كابتن راح منتخب اول. انا معاك جدا والله، انا معاك جدا وبحب الحاجات دي جدا، بس انا بخاف على كيان كبير ان هو يعني زي السنه اللي فاتت ويقعد بيطلع الروح، بس ده اللي بتكلم فيه. النهارده باذن الله دي خطوه كانت مهمه جدا. حتى كمان يا كابتن عبد الباقي انا اسف ان انا قطعتك، انا كمان كمدير فني الخساره الكتيره بتقلقني، حتى لو انا من رئيس النادي بيدعمني. طبعا يا كابتن احنا ده اللي كان احنا اللي كان مهم بالنسبه لنا جدا النهارده ان احنا نكسب، علشان الكلام حضرتك كل ده احنا مش عايزين خايفين نبقى بالظبط اللي بتفكر فيها وفي الطريقه وفي اسلوب اللعب. لكن الحمد لله يعني النهارده مكسب ماتش المقاصه، يعني كنا عاملين برضه ماتش كويس استكمال لماتش الاهلي، فان شاء الله يعني نبني بقى على ماتش النهارده يدينا دفعه قويه للماتشات اللي جايه، واللعيبه هتعرف ان احنا نقدر نكسب بالشكل ده، مع طبعا هم ماتش على ماتش بيكتشفوا خبرات اكبر. اكيد اكيد أكثر. اكيد اكيد انا يعني ان شاء الله اللي جاي يبقى احسن. الكابتن شريف عبد المنعم بس عايز يسالك يا كابتن لو سمحت. اتفضل يا كابتن. مساء الخير يا كابتن، ازيك؟ مساء الخير يا كابتن شريف، الف مبروك. الله يبارك في حضرتك ان شاء الله الخير يبقى على ايديك، والفرقه تاخد وضعها الطبيعي باذن الله. ربنا يخليك يا كابتن شريف. بقول لك يا كابتن، احنا السنه اللي فاتت قعدت انا وكابتن ميدو وجرينا ورا فرقه الاتحاد والاستاذ محمد مصلحي، وقلنا له الحق نفسك لان الشكل مش مظبوط واعمل دعم وكلام من ده. اللي انا عايز اقوله لك يا كابتن ان انت النهارده عندك محمد محمود ونضاي والناس الكبار، احمد سعيد وبارك، احمد سعيد، الناس دي لو لا قدر الله يا كابتن عبائي لو حصل عندك زي ما بيحصل في كل الفرق اصابات او اي حاجه، انت هيبقى عندك من الشكل التعويضي انك تقدر تكمل الدوري وتقدر تحجز لنفسك مكانه امنه في شراسه هذا الدوري. والله كابتن احنا عندنا مجموعه كبيره جدا من الناشئين، يعني عندنا في لعيبه غير اللي بيلعبوا دول، في ناس وفي ناس على فكره لعبت قبل، يعني عندنا محمد هلال النهارده مش موجود خالص في المصاب، عندنا محمد رضا لعيب منتخب 2000 لعب من حوالي سنتين، يعني هلال لعب مع كابتن حماده من حوالي 4 مواسم مثلا، وهو عنده دلوقتي هلال 21 سنه. محمد رضا لعب سنين وهو عنده السنه دي عنده 17 سنه، يعني ده يعني ده اصغر لعيب اصغر من بركات في الدوري الممتاز. فاحنا عندنا كابتن مجموعه كبيره، بس هي المشكله او يعني الحاجه اللي محتاجه مننا صبر شويه ان هم كلهم صغيرين. بالظبط بالظبط مع بعض صغيرين بالظبط، لكن عندنا وفره، يعني عندنا عدد وعندنا بدايل وكلهم فيهم ناس. يعني النهارده في ابراهيم عايش ده ثاني ماتش فيه، يعني ابراهيم عايش ثاني ماتش بس من الست اسابيع، ده ثاني اسبوع يلعب فيه، في ناس غيره لعبت برضه صغيرين. اسلام اللي نزل يعني النهارده، اسلام ده بقى وليد 98 برضه، يعني التجربه بتاعتنا كلها النهارده نزل عندنا ثلاثه لعيبه، اكبر لعيب عنده 24 سنه كريم ممدوح، والاثنين التانيين مواليد 98 بيكهام واسلام. الماتش اللي قبله كان الثلاث تغييرات مواليد 98 ولعيب ب 2000. عندنا احنا كابتن عندنا قطاع غني جدا بالمواهب، عندنا فرق قويه جدا، مع طبعا يعني طبيعي بتاع الكوره ان لازم مع ناس كتيره، احنا الكبار فعلا يعني ناس بيقدروا يقودوا الفرقه بشكل كويس، ولاعيبه خبرات كبيره جدا ولاعيبه دوليين، سواء عبد المنصف او يعني اسامه العزب كابتن النادي المصري، دودو الجباس كابتن المصري وراجل محترف ولاعيب دولي، فعندنا مجموعه تقدر مع سيد سالم برضو جيل الوسط زي ما بنقول، فعندنا كابتن مجموعه متوازنه، يعني عندنا واللعيبه اللي عندنا كابتن فعلا كويسين جدا، ومع الوقت هيتطوروا بشكل يعني هيبقى يعني حتى كابتن احنا اللي بيأكد لنا ان احنا ماشيين في الاتجاه الصح، ان انت بتتطور في الاداء بتاعك وبتاخد الثقه عن كل مباراه. عن كل مباراه يا كابتن، وان احنا يبقى عندنا بالشكل اللي احنا بنلعب بيه ده لعيب ولا صوت تحت السن متقيد بتاع الناشئين بيلعب راح منتخب مصر الاول واحنا بنلعب بالشكل ده، فدي يعني محمد محمود اول سنه يشارك، يعني محمد محمود ده ما شاركش في الدوري الممتاز تقريبا
النهائي يعني الفرق كلها تلعب مسابقه مواليد 97. انا معاك جدا يا كابتن وبتمنى لك التوفيق جدا كمان في التجربه لان انا بحب بصراحه روح الشباب دايما. لكن يعني اكيد انت عارف اكتر مني ومعاك طبعا مدير فني اللي معاكوا اكيد انتوا عارفين الموضوع بقى فيه نسبه ريسك شويه مش عايزينها تاثر على دجله كمان الهزايم هتاثر غصب عن اي حد عن اللعيبه الصغيره مش هيقدروا يتحملوها. عندك ثلاثه بس كبار او ثلاثه خبرات. عموما انا بتمنى لك التوفيق بجد والله. انت عارف احنا قد ايه بنحب نادي دجله مؤسسه كبيره جدا بقياده المهندس ماجد سامي. كل التوفيق ليكوا في اللي جاي يا كابتن. نورتني وشرفتني وان شاء الله دايما بتنورنا في قناه الاهلي ومتابعينكم اول باول. ايه رايك؟ والله شوف بعد نتيجه النهارده المكسب بيتكلم بالتفاؤل ده. طب لو النتيجه غير كده خساره او تعادل لا هي التجربه في الدوري الممتاز في اي دوله في العالم بيحطوا رينج معين لاي نادي. يعني مثلا في المانيا تقدرش تلعب في الدوري الالماني الا اذا كان هناك سقف معين ماديا علشان يبقى انت ضامن حقوق اللاعبين ضامن كل حاجه بحيث انك انت ما تجيش في نص الموسم واللعيبه ما لقاش حقوقها وخلافه. وبالتالي انا اذا انا وادي دجله نادي كبير قوي وزي ما حضرتك تفضلت الفريق بتاع وادي دجله كله معظمه شباب وفي عنصرين ثلاثه خبره بالظبط ما يقدرش يتحمل الفرق اللي هي استعدت كويس قوي واللي يعني اضافت نجوم كثيره جدا لمجموعتها. الدوري الممتاز محتاج دكه قويه جدا خصوصا السنه دي وخصوصا السنه دي كل الانديه مستعديه كويس قوي بالظبط. وادي دجله بيعز علينا انه يبقى لا قدر الله يعاني زي ما عانى السنه اللي فاتت. لكن انا برضو ببقى متفائل زي ما هو متفائل كده لكن لابد يبقى في هناك دعم. الدعم ده علشان وادي دجله ما يبقاش يبقى فيه هبوط وبعدين الهبوط ده يتبعه حاجه مش مظبوطه. اي تيم زي ما حضرتك عارف والكباتن عارفين بالزبط. لازم فيه عنصر خبره وشباب ناضج ثم شباب انما ما يبقاش الفرقه كلها شباب بالظبط. هو ده يعني كان سؤال ليك كابتن عادل بحضرتك بخبراتك بقى دجله رايح لفين بالشكل ده بالتفكير اللي اتكلم عليه كابتن عبد الباقي. هم مصممين على خط التجربه دي خلاص ويعني ما عندهمش حلول غير بقى في فتره الانتقالات الشتويه ان شاء الله. شايفهم رايحين لفين؟ والله اللي انا شايفه مش اقوله لكن انا بتمنى ان هم التجربه تنجح. لكن زي ما قلت لحضرتك في البدايه انا شفت امبارح بعض القنوات بيقولوا ان وادي دجله والحرس خلاص نزلوا. انا في بدايه حديثي قلت ايه؟ تمام لا الكلام ده ملوش علاقه بالصحه. قلت لا ملوش علاقه بالصحه لان ماتشين الناس هتطلع وده انا من واجبي حتى لو انا ليا راي شخصي بيقول ان الناس دي ممكن تبقى مهدده ما اقولوش لان انا واجبي ان انا ادفع وانقد نقد بناء بالظبط نقد بناء وليس هدام. تكبر النهارده هو عنده 4 بونت لو كسب الماتش اللي جاي واللي بعديه عدى النجوم بالظبط النجوم 9 بونت. لا انت بتتكلم كده في مركز ثامن المصري 9 نقاط. فانا يعني ده دوري المصري جونه 7 نقاط لكن في المركز 9 نقاط في المركز السابع زي ما قال الكابتن شريف انا رايي معاه في تخوف وتخوف كبير جدا لان التجربه دي صعب جدا تحقيقها في ظل دوري قوي وفي ظل تنافس شديد وفي ظل تتابع مباريات كل 3 ايام مباراه. هتجيب منين؟ هتجيب منين لعيبه؟ الولاد الصغيرين عنده 2-3 لعيبه انا مش هو ما ردش عليا الولاد الصغيرين رد رد برضه ان هو عنده هو عنده البديل انقطاع النشاط واضح ان الولاد الصغيرين مقتنعين بالتجربه هم مقتنعين بالفكره واللاعبين اللي عندهم هم مجتمعين بامكانياتهم يعني هم حتى امكانيات اللعيبه الموجوده اذا كان صغار السن او خبرات من الموجوده اللي استقدموها منهم لعيبه المصري نضاي محمد محمود اللي هو متخيل ان هو احسن فرود احسن من صلاح امين او اي حد تاني هم خلاص هم برمجوا نفسهم على كده بس هم لو قاسوا زي ما الفرق الكبيره بتقاس زي الاهلي وزي الاسماعيلي وزي الفرق اللي هي بيقع منها 2-3 لعيبه ما يعرفوش يلموا نفسهم تاني دي فرقه كبيره احنا خايفين عليه ان هو لو دخل في الدوامه دي اللي بينزل مش هيطلع تاني. تعرف يا كابتن منه برضه ما فيش ضغوط جماهيريه فهو بيلعب مريح يعني ما فيش بقى وراه جمهور بس دي كمان كابتن عادل الاستراتيجيه اللي اتطلبت من مجلس الاداره للجهاز الفني واللاعبين ان احنا نبقى في الدوري ده الطموح يعني ده الطموح
لو الجهاز الفني ما ادالكش يلعب على الدرون هيدرينه. الطموح ده يا كابتن لازم يبقى مدروس كجهاز كمجلس اداره وكجهاز فني وكلاعبين وكتشكيله. انا مستغرب فرقه زي دي يا عيني ماهر بالامكانيات دي والفلوس دي. طب استاذنكم معايا مداخله من الاستاذ مهاب الطويل عضو مجلس اداره نادي النجوم. اهلا وسهلا بيك يا اسمهاب. اهلا كابتن. اهلا بحضرتك واهلا بضيوف الكرام. طبعا معايا كابتن عادل الطعيمه، كابتن ماهر همام، كابتن شريف عبد المنعم. برحبوا بيك. انا عارف انت زعلان طبعا. طبعا زعلان طبعا. اكيد اكيد زعلان، خصوصا كمان بعد النتائج الجميله جدا ان انتوا قدمتوها في الاسابيع السابقه. والله زعلان بصراحه، واحنا كاداره زعلانين، لان اولا اهميه الماتش النهارده بالنسبه لنا ان احنا نلعب مع نادي طبعا نادي محترم جدا زي نادي دجله. احنا عارفين طبعا احنا اهدافنا السنه دي كاول سنه في الدوري الممتاز ان احنا نقدم مستوى كويس ونظهر مستوى كويس، غير ان احنا طبعا نبقى موجودين في السنه الجايه كمان يعني نزل. اكيد طبعا اكيد طبعا. تفتكر الهزيمه كانت ايه سببها يا استاذ مهاب؟ اعتقد يعني مش عايز اتكلم على الفنيات طبعا ولا اي حاجه، لان دي احنا حاجات ممكن نراجعها مع الجهاز الفني. اكيد اكيد هو النادي، لكن اقدر اقول لك ان اللعيبه النهارده بصراحه معظمها ما كانش في حد في يومه، مش فاكر حتى لعيب واحد كان في يومه. بس بصفه عامه لا احنا مش مبسوطين خالص، كلنا طالعين متضايقين، واعتقد اسوء من مباراه لينا السنه دي. اكيد، بس انا عايز افكرك بحاجه، وانتوا طبعا النادي طالع ما شاء الله يعني زي بدايات امبي كده وبتروجيت، فشكلكم واعد جدا، فخليك دايما التمس العذر ان انت عملت ماتشات كبيره جدا، انت كسبت الزمالك، عدت مع الاسماعيلي، وكانت ماتشات قويه جدا، سموحه، يعني الجيش، فرق عندها يعني خبرات طويله جدا في الدوري الممتاز. فاعتقد ان ممكن يكون وصل اللعيبه احساس ان احنا خلاص وقفنا على رجلينا قوي، لكن طبعا الجهاز الفني عامل مباريات حلوه جدا. اتفضل. المشكله ان انت لما توصل لمرحله ان انت عامل ماتشات كبيره مع فرق كبيره جدا، واثبت ان انت تقدر تجيب تسجل وتروح وتعمل اداء يعني محترم على الانديه دي، وفي ماتش الاسماعيلي نكون خسرانين نرجع في ماتش ونكسب، ماتش المصري خسرانين 4-0 نرجع 4-3، وكان في ممكن ان احنا نرجع نكسب ماتش ونكسب نادي كبير زي الزمالك. اعتقد ده كله ادى اللعيبه ثقه ان هم يقدروا يلعبوا، واحنا لينا كنادي حتى يبقى عندنا طموح شويه احسن من طبعا بدايه السنه. بس في نفس الوقت لما تلاقي بعد كده ان في يعني سن التخاذل او اللعيبه مش مديه 100% زي ما اللي كانوا بيدوا في الماتشات دي، يبقى كل واحد لازم اعتقد الناس تتحاسب ونشوف ايه الغلطات اللي احنا عملناها عشان نقدر نمشي. لكن طبعا الصداره ورد، احنا بنلاعب فرقه محترمه وبتلعب فرقه في الدوري الممتاز، ودي اول سنه لينا ومش لاقيين في الدنيا خالص، عندنا ماتش مهم. بالظبط بالظبط. واعتقد الماتش ده هيبقى مهم جدا بالنسبه لنا برضه، واخدين ماتش بماتش ومفيش مشكله يعني ان شاء الله اللي جاي هيبقى احسن. لكن طبعا هنراجع كل الغلطات وهنشوف ايه الحاجه اللي نقدر نقف عندها ونحسنها عشان ان شاء الله نقدر نركز الماتش الجاي يعني. انا كنت عايز اقول لك كده، بس انت رضيت عليا من قبل ما اسالك، مش عايزك تزعل، مش عايز كمان اللعيبه كمان يعني يزعلوا قوي، لان في لسه كتير جدا، ولسه يعني بنقول بسم الله الرحمن الرحيم عاملين ماتشات حلوه قوي، كمان اقنعتوا الناس باداء النجوم، فعادي يعني هزيمه وارده جدا. انت بتلاعب فرقه كمان بتتشبث في اي نقطه، يعني انت بتلاعب فرقه كمان اصعب من الاهلي والزمالك، خلي بالك. ودوريس كتير كان صعب الماتش يا كابتن، يعني صعب الماتش بالنسبه لنا ان احنا بنلعب نادي وادي دجله، اعتقد كان سايق الحظ في الماتشات اللي فاتت، فهو كان بالنسبه لهم ماتش مهم جدا، وعدلوا ان هم الثلاث نقط طبعا بنهنيهم عليهم. لكن اعتقد ان احنا الفتره الجايه لازم ناخد الماتش زي ما قلت، والماتش الجاي برده مع حفله حظ الحدود، فرقه برده اعتقد يعني تعتبر بنفس عندها نفس الظروف شويه اللي بتمر بيها كانت وادي دجله، فهيبقى الماتش بالنسبه لنا وبالنسبه لهم مهم جدا. اكيد يعني معناه صلاح مش هيبقى موجود معانا لانه طبعا موجود المباراه الجايه ومصاب، فان شاء الله هنبقى يعني هنحضر الماتش كويس ومع كابتن عليا، وان شاء الله يبقى النتيجه احسن. استاذ مهاب يعني هكلمك بصراحه شويه، انت لما شفت مستوى المستقبل في المباريات الاولى في الدوري الممتاز قلت يا ريتني كنت جبت، انا اسف النجوم، قلت يا ريتني كنت دعمت بصفقات اقوى من كده؟ خالص بالعكس، انا من اول يوم واحنا كنادي من اول يوم ما كانش عندنا خالص عندنا. بص احنا طبعا يعني انا مش هكدب عليك، احنا في ممكن فينا دعمات شهر واحد، لان احنا في كذا مكان ممكن ندعم فيهم بالذات لعيبه الخبرات، لان احنا بنتكلم في تقريبا 18 لعيبه 26 لعيبه كلها اقل من 23 24 سنه بالظبط. فاحنا
هيبقى فيها لعيب من الخبرات طبعا، بس عايز اقول لك ان كل اللعيبه اللي جت من بره لعيبه كبار وبصراحه تاهلونا جدا وخلوا الفريق شكل. اكيد طبعا صلاح اكيد واحمد سعد وخالد عبد الرازق واللعيبه كلها اللي جت من بره وشرويدك لعيبه تاهلت الفرقه. لكن انا شايف احنا لحد ماتش مش هتكلم عن ماتش النهارده، لحد الماتش اللي فات اعتقد ادائنا يعني بنسبه كبيره 11 12 13 لعيب اللي بيلعبوا شكلهم كويس فما عندناش اي ندم على اي تدعيمات او حاجه، بالعكس واحنا كنادي هكون صريح جدا معاك برضو ما عندناش الرفاهيه او الامكانيات زي تمام فاهمين من بره، فانا اعتمادي على الناشئين. انا دي فلسفتنا ومش هتتغير، واعتقد استاذ محمد طارق اتكلم اكتر مره ان احنا يعني احنا كنادي هنبقى طول عمرنا اعتمادنا على الناشئين. احنا طبعا من 11 لعيب النهارده بيلعبوا الماتشات اللي فاتت من ولاد النادي 18 زي ما قلت من 25 من ولاد النادي وده هيفضل الشكل بتاعنا ومش هيتغير مهما كان. احنا بنعزز بادي الحدود عشان بس النادي ده جميل يا زمابو. خلي بالك في لعيبه كتير جدا بيتمنوا يلعبوا للدوري الممتاز، بس عايزين حد بس ايه يعني يشيل من عليهم التراب، لكن مش لازم اجيب لعيبه. انا معاك جدا، مش لازم اجيب لعيبه، مش لازم اروح للسوق اللي بقى يعني ملايين كتير جدا وملايين ما بتدلش على الحقيقه بصراحه. لكن سؤالي اللي جاي لحضرتك، ساعات كده انا كمسؤول، وانا بكلم حضرتك طبعا كمسؤول، لما بلاقي الدنيا ماشيه انا ببقى في دماغي ان انا بدور على مدير فني، بلاقي الدنيا ماشيه فبقول ايه ادي الفرصه كمان للمدرب اللي شغال ما طالما ماشي. هل الفكره مستمره ولا لسه في اطار ان انت بتدور على مدير فني لنجوم النجوم؟ اتفضل. هقول لك بصراحه احنا يعني الموضوع مش بيتقاس بماتش ولا نتيجه. تمام، حلو قوي. قبل كده حصل كده كتير قبل كده ان احنا خسرنا ماتشات وكنا ورا الجهاز الفني بتاعنا، وانا لحد دلوقتي بقول لك احنا ورا كابتن عباء. لا يعني واحنا عندنا ماتش يوم الاحد الجاي مركزين فيه وده اللي اقدر اقول لك دلوقتي في الوقت الحالي. تمام. الو ايوه بس معلش الصوت قطع، انا مش سامع كويس. سامعني كده؟ ايوه سامعك. تمام اتفضل. يعني بقول لك احنا ورا كابتن علاء بندعمه ان شاء الله المباراه الجايه ومفيش حاجه اتغيرت يعني احنا تمام. احنا ان شاء الله واقفين ورا الفرقه وزي ما بقول لك مش نتيجه هي اللي هتحدد يعني قرار. بتمنى لك التوفيق يا زمهاب، وان شاء الله اللي جاي احسن بكتير. شكلكم حلو قوي في الدوري، مش معنى ان انا خسرت ماتش واللعيبه كانت بره الفورمه خالص يعني دي نهايه الدنيا. ان شاء الله تقدموا ماتشات زي ما انتم معودينا. شكرا جدا استاذ مهاب الطويله عضو مجلس اداره النادي. استاذنك بس الاستراتيجيه الكلام اختلف. الاستراتيجيه من بدايه الموسم استاذ محمد طويله طلع وقال ان استراتيجيه نادي النجوم ان هي ان انا اغذي بيها المنتخبات القوميه في المراحل السنيه من ناحيه الناشئين او من الفريق الاول. النقطه الثانيه انا يهمني من التسويق نفس الكلام يعني التسويق الخارجي ان انا ابيع اللعيبه واخد بالك انت، واذا كان في اعاره اقدر اطلع كذا لاعب. لكن مع الجانب الفني بقى لما بدا الموسم وبدا الجانب الفني يتحسن فالاستراتيجيه هتبدا تختلف. دلوقتي يهمه انه يقعد في الدوري، ان هو يؤدي اداء جيد. انت شايف ان الفرقه دي هتقعد في الدوري؟ انا شايف ان بردك الامور نفس الامور اللي بتمر بيها النجوم في الصعوبه من ناحيه الخبرات اللي موجوده يا كابتن عادل. يمكن تركيبه الفرقه احمد سعد في حراسه المرمى موجود، يمكن عندهم صلاح امين. وليه لا يا كابتن شريف؟ يعني فرقه انا عايز اقول لك ان الصعوبه يا كابتن ميدو ان احنا النهارده في الاسبوع السابع كل الفرق اكتملت من ناحيه البدنيه، من ناحيه الفنيه، من ناحيه التكتيكيه. معظم الفرق بقى عندها خبرات كثيره جدا في الاجهزه الفنيه اللي موجوده، في استقرار في بعض الانديه واضح قوي في مستواها. يعني لو هنذكر على 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 السبيل كده من خلال الجدول، في استقرار في الانتاج الحربي من ناحيه الجهاز الفني واللاعبين، دي فرقه واخد بالك انت. المقصه بعوده جون انتوي وموافي وراجل بتاع نص الملعب خباك تتكلم برضو في انتاج حربي، فرقه عمود سموحه، فرقه المصري، فرقه بتروجيت، طلائع الجيش كمان اللي داخله كمان في الصوره بشكل كبير جدا، اكتملت بشكل جيد. الاتحاد السكندري. فانا شايف ان في صعوبه في الدوري على الوافد زي النجوم او وادي دجله ان هو هيقابل في الاسابيع اللي جايه هيقابل صعوبه اكتر من الاول، ان كل فرقه دلوقتي عايزه تحصل على 3 نقاط من البدايه. فالنهارده لما بتسال معظم المديرين الفنيين يقول لك احنا الدوري السنه دي اقوى دوري واشرس دوري بنشوفه من خلال 3 4 5 سنوات. هو المفروض الكلام ده معروف قبل ما نبدا الدوري. معروف، اديك حضرتك قلت معروف، يعني انا يبقى عندي عمود فقري، يبقى انا عندي
اثنين ثلاثة لعيبة شايليني ورا، اثنين ثلاثة لعيب في نص الملعب انا حاطط عليهم امال ان هو خلي بالك في فرق بين الاطراف، خلي بالك فرق بين عمود فقري وعمود فقري، خد بالك عمود فقري عمود فقري انت هتبقى جامد. استاذنا في الجزئيه دي الناشئين وعاداتهم الكتير داخل الفرقه، خد بالك يعني سلاح انا شايفه في الدوري الممتاز مش هيبقى مميز، ده بالعكس انت اشراك الناشئ بيبقى ليه شروط وليه واجبات، منها الاستقرار اللي موجود على الفرقه، خبرات اللي بتبقى موجوده. يعني وضحها كابتن عشان ما تفهمش غلط، خبرات لازم تشيل الناشئين دول يوجهوهم بالسرعات. يعني انا سرعات مع بلاي ميكر مع صلاح امين مع ايوه بالظبط مع شويه بابا غنوج مع مش عارف ايه، بس خلاف العمود الفقري كل ده مع العمود الفقري بتاعك، العمود الفقري باع الفرقه. بقول لك ايه، الناس دي لازم تعد العده صح. يعني لازم انا النهارده هي دي عندي واحد جنب صلاح امين، صلاح امين النهارده اتعور وخرج، راحت الفرقه، راح راح الفريق اللي كان بيهدد وكان بيخطف المباراه. وبعدين اعذرني يا اخي، انت لما جيت لعبت الزمالك وكسبت الزمالك انت سرقت الزمالك، انت مش احسن من الزمالك، انت اللعيبه عليهم حريه ان هم يلعبوا يؤدي كل ما عليهم كتر خيرهم. الحقيقه انت مش مساعدهم كاداره كجهاز فني، انت مش مساعد اللعيبه اللي في النص، مش معوضني بالمجهود الرهيب اللي متحمله من ناحيه ايه يا كابتن محمود فتح الله كخبره لورا وحده. الراجل بيموت نفسه وبيحاول يوجه وبيحاول يعمل وبيحاول يعمل كل حاجه، لازم يبقى انت عندك من الناس اللي هي شايفه ادام انت ربنا رزقك بسته بونت في الدوري دعم بقى ده. شوف اللعيبه اللي هتقع من الانديه الثانيه في يناير وحضر شويه فلوس ب 4 5 مليون جنيه، انت تقدر تعمل فرقه جديده تدعم الحاجات الجواهر اللي انت شفتها. 4 5 مليون جنيه يا كابتن شريف يا فندم؟ 4 5 مليون بالاعلام ب 4 5 مليون جنيه الشبل دلوقتي. طيب 4 5 مليون بقول لك ايه، انت في لعيبه عندك زي ما قال كابتن عادل وكابتن ماهر افارقه يقدروا بمليون ونص تجيب اربع خمس ست لعيبه منهم يخلوا لك الفرقه دي زي النار، زي ما انطوي ده اشتغل، زي كاسونجا ده ما بيلعب في نادي الزمالك هو نص نص كمان خدت بالك، اهو كاسونجا ده محتاج مثلا ايه؟ فيرود جنبه عنتيل، الراجل ده ممكن يعني ياخد كل اللي هو عايزه ويقدر يطلع كل القوه اللي عنده، بس تعمل له السبورت جنبه في حته الفراوله، فحته كمان 4 2 3 1 اللي بيلعبوا بيها الفرق الكبار دي اللي انا مش فاهم بيلعبوا بيها ليه اصلا، واحنا ما عندناش غير فيرود واحد في كل حته ومش لاقي فيرود لمصر، انت بتلعب بفيرود واحد، انت لو هجمت بفيرود وتحتيه فيرود تاني بتسمح لواحد زي ازارو، تسمح لواحد زي صلاح امين، هنتكلم على ازارو زي صلاح امين، لا انا بتكلم عن عموما انا بكلمك عموما، انت بتسمح وبتسهل العمليه، مش الضغط على طول على الفيرود واحد عايزه يطالب ان هو يفحت في الارض دي، بيقول لي محمد محمود ده من احسن الناس، ومحمد محمود ده عايز سبورت جنبه، عايز لعيبه كويس بالظبط، ان كل واحد جنبه اثنين ثلاثه لعيبه، ده العمود الفقري اللي بقولك عليه. في كل حته لازم تلاقي اثنين طيب. لعيبه يخوفوا الفرقه اللي انت بتلعبها، حتى انا كناشئ اطمن. انا بقى ايه، انا راجل زي الناس اللي حضرتك قلت عليهم في الاول هدامين او مش شايفين في الضوء اي حاجه، لان هم اللي عملوا كده الاجهزه الفنيه. انا مش شايف فرقه نجوم مصر ولا شايف ولا شايف حرس الحدود الا اذا يعملوا زي ما محمد نصير الجاي دول الا اذا لازم تدعم الفرقه. ايوه نقول السلبيات ايه يا كابتن شريف عشان لازم تدعمهم غصب اللعيبه. هقول لك على حاجه، يشكروا جدا ان هم ادوني الواجهه دي بالظبط، ادوني المجهود الكبير ده، خد بالك واحد احسن واحد يا ماهر وقع منهم. طبعا التكوينه دي مبنيه على استراتيجيه بناها المجلس الاداره، واخد بالك، وبيبدا يكملها الجهاز الفني. فانت النهارده مجلس الاداره شايف ابو بخيت يعني اني اهدافي ان انا ابقى في الدوري، وان انا اذا جالي تسويق خارجي اقدر اسوق، جات لي اعاره ابدا، لكن مشوار الدوري بالشكل ده بالشراسه اللي احنا فيها في خطوره طبعا على الفرق اللي هي ما عندهاش قوام اساسي، او كابتن عادل زي ما قال ما عندهاش دكه تقدر تستعين بيها. اسمح لي، النادي الاهلي يا ماهر وقع منهم اجاييه، الدنيا اتقلبت. النادي الاهلي اللي عنده في كل مركز ثلاث لعيب، اللي كل لعيب ممكن يبقى بريم ميكر ويلعب على الاطراف ويجيب اجوال، مفيش لعيب في فرقه النادي الاهلي ما بيعرضش اهداف، اذا كان ديفندر او نص ملعب او فيرو، هو عندهم مشكله ان في لعيب اتعور عندهم. طيب يعني انا هسال كابتن عادل طعيمه سؤال مهم جدا، قاله لي كابتن عبد الباقي جمال والاستاذ مهاب الطويله، عن ان هم ما عندهمش امكانيات ماليه او ماديه تجيب لعيبه زي بقيه الانديه، هل الموضوع ده هيبقى مشكله فيما بعد ولا مشكله السنه دي؟ هنجاوب كابتن عادل طعيمه كابتننا الكبير، ولكن بعد هذا الفصل.
اهلا بحضراتكم من جديد. كنا قبل الفاصل كنت بسال الكابتن عادل الطعيمه عن الماديات اللي بتعاني منها الانديه اللي زي نجوم المستقبل وزي حرس الحدود وزي دجله. يعني شايف الموضوع ازاي يا كابتن؟ نمره واحد علشان عمل ينجح لازم يبقى فيه استقرار اداري، والاستقرار الاداري يعني الاداره بتيجي علشان توفر المبالغ الماليه ويبقى ليها سياسه. النادي ليه سياسه زي النادي الاهلي كده، في اداره بتوفر الموارد الماليه علشان الفرق الرياضيه او عشان فريق كره القدم. تمام. وفي استقرار فني، بقى في مدير فني انا جايبه من قبل فتره الاعداد بيختار اللعيبه، مش بجيبه بعد فتره الاعداد وبعدين اكون انا اخترت له اللعيبه. تمام تمام. يبقى في استقرار اداري، اداره بتجيب فلوس، يبقى وادي دجله او النجوم ما يقولش انا معيش فلوس. يبقى انت كده دورك ما استعدتش، ما كنتش شايف اللي جاي، دورك ما انتش بتقوم بيه. ودور فني، يبقى في مدير فني انت بتجيبه قبل الدوري ما يبدا. فتره الاعداد يجي ويشوف اللعيبه ويختار اللعيبه. وبعدين المدير الفني انا بختاره بعنايه علشان ما غيروش، عشان العيب ما يبقاش فيه. واللي بختاره لازم يكون عنده حسن، يعني عنده حاسه الاختيار. قلت مره واثنين وثلاثه، انا راجل بجيب مدير فني بعمل سيفيهات بشوفها، ما بكتفيش بكده. تعالى المدير الفني واحد واثنين وثلاثه يجي يقعدوا معايا مع لجنه، الراجل ده بيتكلم ازاي؟ شخصيته ايه؟ مقنع مش مقنع؟ ما ممكن جدا يبقى انا سيفي، انا مسكت منتخب مصر بس مسكتها شهرين ومعايا سيفي ان انا عايز اقف عند الحته دي. دي مهمه جدا، الحته دي مهمه جدا، ان اللي بيختار هو اصعب من المدرب. اللي بيختار طبعا هو، لان انا هختار المفروض ان هو يبقى كل في الكل، لان انا هختار بالزبط. الراجل ده هيجيب لعيبه بالظبط، واللعيبه دي انا هدفع فيها فلوس بالظبط، واللعيبه دي هتديني مردود فني بالظبط. المردود الفني ده هيبقى مسؤوليه المدير الفني بالظبط. ما اجيش بعد ماتش واثنين واروح مغيره. تمام. يبقى انا بختار كويس عشان هو يختار كويس. يبقى انا اخترت غلط، يبقى انا بعيد عن الموضوع. يبقى انا لو اخترت غلط يبقى انا اللي اتحمل، يبقى انا اللي استقيل. قال الاختيار صح، قال الاختيار. كلام مهم جدا، كلام مهم جدا يا كابتن. الاختيار حسب الامكانيات اللي اتكلم عليها ميدو مثلا. انا امكانياتي ضعيفه، فهل بختار مدرب على قد فلوسي مثلا، على قد اللعيبه اللي عندي، ولا انا ممكن اسيب كل المدربين الاقوياء قوي للعيبه اللي هي عندهم فرق كبيره؟ يعني انا اشوف ايه اللي هيبقى لي وبعدين انا بختار انا ميدو المدرب. ما في بيبقى ظروف غصب عن اي حد، زي النجوم، زي الحرس الحدود، زي اي حد ما عندهمش الامكانيات الكبيره قوي ان هو يطمحوا فاحسن حاجه انت نفسك فيها. هو كابتن عادل بيتكلم ان انا ابقى عارف كل حاجه، لان انا المدير الفني، المدير الفني انا اجيبه مش لازم اجيب مدرب مثلا بياخد 100,000 دولار و200,000 دولار. ما في مدرب على الساحه زي كوبر كده، جبنا اسمه كان بيدرب زامبي اظن او حاجه زي كده في البدايه، وكان مرتبه 20,000 15,000 دولار. النهارده بيدرب المغرب في كاس العالم وماضيين معاه 2023. هيرفي رينارد. الراجل ده كان بادئ وكل الناس مش عارفاه ومش شايفاه. بالظبط. والله الحمد كنت انا مرشحه لمنتخب مصر لما اتعاقدوا مع كوبر. اول كوبر. لا كوبر. قبل كوبر كمان. كوبر. برادلي. برادلي وبعدين كوبر. الراجل ده شوف السلم بتاعه التدريبي، بطولة افريقيا بقى والاخره، الى حد ان هو دخل مع المغرب في كاس العالم، وشفنا عمل ايه مع اسبانيا ومع ايران ومع يعني اداء رائع. وبعدين ماضيين معاه 23. بالظبط. يبقى اذا لما بجيب مدرب مش لازم انا اجيب واحد اسم كبير، لا انا بجيب الواحد على قد قماشتي يا كابتن شريف. لابد قماشتي قد ايه؟ هي دي. وهو ده كابتن عادل واضح في الدوري المصري النهارده في محطات كثيره. يعني انت عندك الانتاج الحربي كابتن مختار السنه الثانيه على التوالي بالامكانيات اللي موجوده عليها الانتاج الحربي. شوف النهارده مختار عامل فرقه عامله ازاي يا كابتن؟ يعني ليه بقى يا كابتن؟ فرقه ليه؟ لان ثقه مجلس الاداره في قيمه الكابتن مختار. الكابتن مختار اشتغل كمان بالقماش اللي موجوده عنده، بالامكانيات اللي موجوده عنده الانتاج الحربي، قدر ان هو يعمل فرقه من افضل الفرق النهارده اللي موجوده في الدوري. لا مختار عارف يا كابتن، رغم لسه هشام بيقول لي قماش ولاعيبه كتير كمان. مختار من افضل المدربين اللي يعرف يبص للعيب كده وياخد الماكسيمم اللي فيه. ممكن الاداره يعني ازاي بيدوروا وازاي بيشغلوا كمان، دي خبره مختار. الاداره بتبعت رساله زي ما انا بقول، ايه الاستقرار الفني. لما انا اشوف ان مختار بيأدي دور رائع مع الفريق بعمل ايه؟ بدي رساله للعيبه، بقول له الراجل ده قاعد معايا سنتين. هنتكلم عن الانتاج. الراجل ده قاعد معايا سنتين، خد بالك انك انت في رقبه الراجل.
اللعيب هو بيلعب عارف ان الراجل المدير الفني قاعد موجود قاعد موجود مين اللي هيتحرك انت كلاعب لو تسمحوا لي بس عايز احيي مدرب اسمه هشام زكريا هنتكلم يا كابتن علي احنا خلاص قفلنا موضوع بنتكلم عن المدربين الراجل ده قفلنا المستقبل يمكن دقيقتين ثلاثه من هنتكلم خلاص في حد عايز يتكلم على المستقبل في نقطه اخيره الاستاذ محمد طويله انا قلت له في احد المباريات قلت له في رقم فلان كان بيلعب فردي واول اخر النهارده انا اتفرجت على المباراه انا الحقيقه مشفق على الاستاذ طويله وعلى الناس اللي موجوده لان الولاد النهارده بيادوا اداء فردي مفيش روح اللي تحس ان وادي دجله هم اللي عايزين يكسبوا وهم اللي بيلتحموا وهم اللي مستحوذين وهم صحيح مفيش خطورات كتيره لكن خد بالك الولاد دول محتاجين دعم ومحتاجين زي ما بيقول الناشئ اللي بينزل مولد نجم بيبقى محتاج واحد كابتن شريف كابتن ماهر همام يبقى في حد بياخد منه يطمن له يبقى الناشئ بيلعب قدام نجمين كبار بيتعلم منه وبعدين بيستدعي زي ما كلنا ابتدينا لما يغلط بالزبط. لما يغلط يلاقي كابتن ماهر يصلح له كابتن شريف يصلح له انما ما ينفعش ان انا يبقى كل الفريق صغير مين هيصلح للتاني ومين اللي هيسند للتاني لما يغلط او لما يبقى عايز يعني يبقى فيه مسانده فرجاء الولاد دول عاملين نتائج كويسه محتاجين ظبط وربط منك ما يبقاش في لعب فردي وفي لعب ادائي ورجوله مع تدعيم في يناير ان شاء الله. تمام كابتن كنت عايز تتكلم. انا كنت يعني باكد كلام الكابتن عادل ان احنا قلنا ان اشراك الناشئ بيبقى محتاج ليه معايير ومقاييس لازم الفرقه تبقى واقفه على حيلها بدنيا وفنيا وتكتيكيا الخبرات اللي موجوده اللي يقدروا يساندوا الولاد الصغيرين دول انا شايف العدد كتير يعني سبعه يعني عدد كتير قوي داخل التيم يعني انا في رايي ان العدد ده يقل مع زياده الخبرات اللي موجوده نقدر نستفاد خلال هذه المرحله معاك على فكره الحكايه دي بتتعمل في العالم كله مش في مصر بس وبيعانوا منها يعني في فرق كتير قوي في البرازيل يا ميدو بيعانوا من نفس القصه دي بيعملوا احلال وتبديل بيخرجوا 17 ويخشوا 8 بدايات بيخرجوا 14 ويخشوا 18 في البرازيل هم ام حكايه التدوير والتبديل والحاجات دي وبيعانوا ومن اقوى الفرق اللي هي كوينسيانز وجيفنتوت والحاجات دي كلهم نزلوا درجه ثانيه لان هم خدوا نفس التجارب دي اكيد يا كابتن يعني بتمنى لهم كل التوفيق الفرق اللي بتعاني من دلوقتي ان شاء الله يعني يشوفوا النقاط السلبيه وبداوا يعالجوها بدري قبل ما السفينه تبدا تدخل في الغويط زي ما بيقولوا ما نعرفش نطلع بيها تاني يعني هيبقى معانا لسه كباتن المباريات اللي اقيمت هنتكلم فيها بسرعه لان الوقت خلاص نص ساعه عايزين نتكلم طبعا على ماتش الاهلي وحريه الغينيا طبعا الكابتن سيد عبد الحفيظ ان شاء الله يوم الجمعه هيتكلم على المباراه بالتفصيل مع نجوم الاستوديو التحليل وان شاء الله يبقى معاكم يوم السبت باذن الله لكن هنحاول برضو نتكلم مع الخبرات اللي موجوده معايا ونستغلهم طبعا بيطمنوكم شويه وانا عارف نتكلم بسرعه عن المباريات اللي اقيمت للاتحاد السكندري والانتاج الحربي وانتهت 1-1 يا كابتن الحقيقه كانت مباراه شيقه جدا الفريقين الاثنين عايزين يكسبوا الكره فيها هجمات فيها روح قتاليه من الفريقين لدرجه ان احيانا فوصلت للعنف احيانا لكن ما فيش شك ان المباراه كانت ممتعه الاثنين مديرين فنيين واقفين وبعد تغييراتهم فيها نوع من الذكاء نوع من القرايه انت بتغير انا بطلع البديل وهكذا الحقيقه النادي الاتحاد أداؤه فيه تطور والمباراة دي أداها بشكل قوي جدا وكذلك الإنتاج حاصر نادي الاتحاد الشوط الثاني محاصرة شديدة جدا لحد لما أحرز التعادل محمد رجب وكان ممكن جدا يجيب جول كمان لكن نادي الاتحاد ابتدى يعني يعمل عملية رجوع وتأمين لحد ما المباراة تقدر تقول إن هي النتيجة فيها نوع من العدل لأن الفرقتين الحقيقة أدوا وبذلوا جهد كبير تمام كابتن ماهر طبعا خلي بالك معانا مباريات كتير عايزين نلمس فيها طبعا الانتاج الحربي والاتحاد فرقتين ليهم باع كبير جدا الانتاج يمكن السنه الثانيه على التوالي مع كابتن مختار وزي ما قلنا ثقه مجلس الاداره في الجهاز الفني واضحه وانعكست على اداء اللاعبين ثبات التشكيل كابتن مختار بيلعب بتشكيل ثابت تغييراته كلها معظمها تغييرات هجوميه كان في مختار مختار يعني. عشان هو بيحب الهجوم وبيحب انه يكسب طبعا يعني الهدف اللي جابه محمد رجب انا شايف النتيجه عادله يمكن محمد عمر مع الاتحاد ماشي بضرب بخطوات زي الكابتن مختار السنه الثانيه على التوالي ثقه مجلس اداره في محمد عمر لتوليه المهمه ابن ابناء الاتحاد انعكس على اداء الاتحاد في هذا الموسم يعني يمكن الانتاج بيحتل المركز الثالث ب 13 نقطه وانا شايف يمكن كان الاسبوع اللي فات كان في المركز الاول
لكن الزمالك وبيراميدز بعد لسه بتكلم في اثنين في نقطتين لكن مكانه للانتاج بتعتبر يعني علامه جيده للانتاج بالنسبه للاتحاد السكندري في المركز ال 13 سبع نقاط. الاتحاد بيحاول محمد عمر ان هو يوصل بيهم الى بر الامان من خلال الماتشات اللي جايه ان شاء الله. كابتن شريف بسرعه كده، فرقه الانتاج وفرقه اتحاد اسكندريه من الفرق اللي بتلعب كل المباريات اللي بيلعبوها على الثلاث نقاط. ما عندهمش قصه ما عندهمش قصه اذا كان محمد عمر او مختار بيتوسم في اللاعبين اللي عنده ازاي يديله خطه لعب داخل 90 دقيقه في حاله بدنيه تصاعديه تسمح له انه في اي وقت يقدر يخطف الثلاث نقاط. وشوفنا ده من مختار في المباراه اللي قبلها مغلوب 1-0 وبيعوض في اخر خمس دقائق، وفي المباراه بيكرر نفس السيناريو وبيتعادل وكان يقدر يخطف المباراه. فدي فرق اذا كان من الحاله البدنيه اللي بتسمح لهم كاجهزه فنيه او لاعبين ان هم يستمروا خلال 90 دقيقه. جميل، هبدا بيك برده كابتن شريف. مباراه بتروجيت والداخليه انتهت برده بتعادل ايجابي 1-1. بتروجيت والداخليه احنا اتكلمنا في كل التفاصيل دي امبارح، بس طبعا بحب اخد رأيه. انت عارف الفرق اللي هي بتلملم اوراقها او الفرق اللي هي عندها سمعه والنهارده بيخرج من عندهم لعيبه وبيخش عليهم لعيبه بيبقوا واجهه داخل الدوري تجاربيه. انا في كل مباراه بيحصل لي اذا كان الداخليه وبتروجيت لا يقنعني الداخليه لحد دلوقتي على طول اول ما تلعبها لازم تبقى متاخره معاك بهدف او ما فيش المبادره. بتروجيت مقدمين ماتشات حلوه قوي. عندك بتروجيت بقى بطريق يحيى عنده مجموعه لعيبه، هو قبل زي ما انت قلت وكلمته عن المدير الفني بيختار بالظبط ازاي في كل مركز يدعمه، ازاي يبني له خطه الهجوم بتاعته بالظبط. حتى الراجل لالا اللي هو الوينج ليفت او الوينج رايت اللي انا بسميه بيلعب برجله الشمال بقى الاساسي البديل الاساسي، يعني عنده من المفاتيح عنده مع بيكلي عنده العجوز في نص الملعب ورؤوف الناس دي كلها. رؤوف بيموت نفسه عشان يطلع فيه شكل، فهو زي هشام زكريا برضو اللي انا مصر ان انا هنتكلم عليه والله هنتكلم عليه. بقدر اخد من اللعيب بتاعي الماكسيمم بتاعه. اذا لما انا اوصل مع اللعيب بتاعي بيحترمني وانا واقف على الخطوط وهو حاسس ان زي ما قال كابتن عادل ان في يد من حديد زي مختار واقفه بره ومصيرك انت معايا انا مش مع مجلس اداره ولا حاجه، الحقيقه دي بيدي ثقه للجهاز الفني انه يطلع اقوى ما في الفريق. تمام كابتن مالك، عايز تتكلم في الجزئيه دي ولا نروح لماتش تاني؟ لا، هو بتروجيت واضح كمان من الفرق اللي اكتملت ثقه المجلس الاداره في طارق يحيى السنه الثانيه على التوالي. هو ده اللي عامل شكل ثبات الفرقه، عامل شكل جيد جدا لبتروجيت. بنحيي طارق طبعا خبرته في الدوري الممتاز، بيقدر يختار العناصر والاستراتيجيه والقماش اللي بيبدا يشتغل من خلالها. بيراميدز والمقاولين انتهى 1-0 للبيراميدز واحتل بيه صدر الدوري مؤقتا. يعني الموقف اللي حصل يا ميدو قبل المباراه بينه وبينك يؤخذ على المقاولين العرب، انت ما جالكش خطاب من اتحاد الكوره وحكام يؤخذ على المقاولين كان لازم ياخد قرار. هو مش قادر هو بيلعبش مش قادر يقول يؤخذ على الاتحاد. يعني هو يؤخذ على الاتحاد رقم واحد ثم المقاولين رقم لا بس انا لا صحيح يا كابتن لا انا في رايي انا ما بلعبش المباراه انا ما بلعبش ايوه بس انا يا كابتن ما تتفاجئش ان في حكام اجانب بس بعد اذنك مفيش خطاب راح للنادي انا هنتكلم فيها بس بعد اذنك طبعا كابتن عادل وكابتن شريف يشاركوني. انا كنادي مقاولين نادي مش صاير نادي ما ينفعش اطلع علشان اقول لا اصل مفيش حكم، لكن انا ابديت بالظبط. انا هقول لحضرتك يا كابتن شريف انا اروح ليه يا كابتن مهران، بس بتكلم في جزئيه يا كابتن عادل. انا بتكلم في جزئيه ان انا كحد كبير كنادي المقاولين انا اعترض، لكن مش استحاله ان انا هسيب الملعب واطلع. انا حد كبير، انا المقاولين العرب ده اكتر نادي بعد الاهلي والزمالك في البطولات صح ولا يا كابتن عادل؟ لا في نقطه، يعني انا شفت كابتن حازم امام معاده مجلس اداره خدوا قبلها بيوم خدوا قرار في اتحاد الكوره انه ممكن اي نادي يجيب حكام اجانب حتى لو الماتش مش بتاعه. هل الكلام ده ينفع من غير يعني ما نخطر بيه الانديه؟ طب اعمل اخطر بيه الانديه، انما اخد قرار ان اي نادي عايز يجيب حكام اجانب حتى لو الماتش مش بتاعي، طب ازاي؟ انا بقى كنادي مقاولين فجاه لا ما ينفعش اطلع ابوظ الدوري. ما هو ده يا كابتن ماهر، مش ينفع ابوظ الدوري لان يعني بص انا كاهلي قيمه نادي المقاولين كراجل بطل ثالث بطوله بعد الاهلي والزمالك في الدوري والكاس وافريقيا يحصل كده؟ ايوه يحصل، لكن لازم يرد ويرد رسميا. يا جماعه ما ينفعش يحصل معايا كذا وكذا وكذا، مطالبين محتاجين على بالظبط، لكن ما كانش ينفع ان هو يطلع ولا ينفع اللي هم عملوه في الملعب ده.
صح. بعدين نتكلم بعد المباراه عمل في الملعب ما ينفعش، لكن هي المباراه شتتت اللعيبه. انتوا شتتت اللعيبه، انت بعدت خالص عن بالظبط زي ما الكابتن عادل قال ان انت مغلوب. ان انا كمدير فني اتعصبتك على نبيل وعلاء حبيبي، يعني كنت اتمنى ان يعني في سبب انت عليك في حاجه تعصب. طبعا العصبيه دي انعكست على لعيبتي، ما ينفعش اداء المقاولين في المباراه اعترض انت فنيا كمان بعد العصبيه والحصر. انت لو زعلت مني في الاستوديو هتسيبني وتمشي؟ ما بعد فقري دي وفقري ده اللي احنا بنقوله. لكن طبعا فنيا المولين كان غير حالته خالص بصراحه. يمكن حتى علاء نبيل بعد المباراه قال يعني انا بعاتب على لعيبتي، كانوا النهارده مش موفقين وكانوا مش كويسين، ما نفذوش اي حاجه انا اتكلمنا عليها من الناحيه الفنيه، من الناحيه البدنيه، من الناحيه التكتيكيه. لكن بيراميدز يمكن الهجمه الوحيده اللي راح بيها واخد بالك كينو دوت اللي هو اللعيب المميز عندهم، صاحب الاهداف الافضل في الدوري، افضل لعيب موجود حاليا يمكن في الدوري الممتاز، صاحب الهدف، وكان فيها بدلك او فيها توفيق كبير جدا ان تخبط في رجل الراجل وبعدين ترجع له الشوطه، تخبط في رجل المدافع وبعدين تروح بهذا الشكل. ده كانت حاجه هدف وحيد طبعا في المباراه، لكن متوسطها مباراه عصبيه ومشدوده فنيا، ما تمتعناش من قبل ما يلعبوا بالاداء من الفرقتين. كابتن عادل، التحكيم والقرارات برضه هنقول بياخد القرار، وكلام حضرتك اتكلمت فيه من غير ما كنا نلمس في اتحاد الكره اساسا او نجيب اتحاد الكره، لكن هو الكابتن علاء نبيل كان معذور جدا، يعني لقى زي ما حضرتك القرار فجائي. الحكام او كابتن عصام او لجنه التحكيم عموما ايه شايفها ازاي؟ مش عايز اسالك سؤال مباشر انا عشان يعني اسيب لك الكلام مفتوح. لا هو يعني الكابتن عصام هو رئيس لجنه حكام. اوكي. ما ينفعش ابقى انا رئيس لجنه حكام وعضو مجلس اداره. احنا قلنا الكلام ده كتير بصراحه. خلاص؟ ما ينفعش ابقى قاضي وفي نفس الوقت. كابتن هاني ابو ريده جاي عشان يطور الكره المصريه. بالظبط. عايز يطور الكره المصريه يبقى الوضع ده موجود؟ ما يبقاش موجود. دي نمره واحد. نمره اثنين، الفيفا قالت الفار ده في عدل. النسبه نسبة الأخطاء في كأس العالم تقريبا 99.95% نسبة الأخطاء مش موجودة. النهاردة المادة مهمة جدا. فرقتين بيلعبوا بعض. فرقتين دول في واحد إذا أنت حكمت غلط الراجل ده مش هياخد المادة دي، فده ظلم. وبعدين كابتن عصام يطلع يقول مثلا الفار بيمنع الإثارة، بالعكس ده العدل مع وجود الحكم ورايح يشوف الشاشه ويبص على الشاشه وكل الناس منتظره بتاخد ربع دقيقه او نص دقيقه، راجل بيروح يبص على الشاشه وبيروح داخل، كل الناس متشوقه انها هتشوف قرار الراجل ده ايه. قمه الاثاره. يقول لك الشاشه دي بنالتي او دي جول. الكلام ده بيحصل. ده اللي هيقعد على الفيديو تحت. لا مش تحت. لا مش عايزين نكرر تحت دي تاني خالص. لا لا ده هي غرفه. والغرفه الغرفه مين اللي هيقعد يكرر القصه دي؟ لا بيبقى في حكام وبعدين حكام برضو. امال ايه حكام مصريين برضو. يا كابتن بس تبقى لا معروض بقى قدامك والدنيا باينه جدا. لا هو مش هيقدر. الحاجه الثانيه بقى يعني احنا بشوف مثلا الدوري السعودي. طب هل ده حضرتك بتتكلم هل ده عدل؟ اعتقد ان هو عدل. عدل مش عايزين يعني طبعا يعني انا بشكر والله اتحاد الكوره ان هم خدوا قرار، بس يا ريت بقى في اسرع وقت. لان الدوري السنه دي عادل عايز سنه عمل بتبدا المدربين. لا انا شفت في مداخله قال 6 شهور بعدين في اخر مداخله قال 4. لو انت عايز في شهرين هتعمل الشهرين. لو انت عايز الدوري في الدوري في السعوديه يا كابتن عاملين ايه؟ كل النطق اجانب، حتى الراجل الانجليزي جايبين راجل خبير انجليزي. بالظبط ده اللي انا بسالك فيه. اهو كده اجانب. انا ايه المانع؟ ان انا ما هتديني هتطلعه من ورا الجول تحطه لي جوه عند الفيديو جوه. اجيب خبير. استحاله هيقول لك دي مش ضربه جزاء وكل الناس شايفاها ضربه جزاء بقى. اجيب خبير خبير. احنا جايبين لك تلفزيون وجايبين لك ناس. اتفضل يا كابتن. خبير اجنبي بيجي يطور التحكيم في مصر، وبعدين المقابل المادي انا في طبقه معينه موجوده من الحكام انا عايز ابدا من تحت في خلال 3-4 سنين لازم اطلع حكم سوبر. الحكم ده ممكن يبقى لعيب كوره كويس قوي، بس لما يجي يحكم هيبقى المقابل المادي والادبي محترم. فكل واحد بدل ما يلجا للتدريب او الاعلام يروح للتحكيم. يلجا للتحكيم. يبقى انا لما احسن من القدرات ديت مع وجود عنصر اجنبي مش هيتحيز للعادل ولا محمد ولا حد، لان الراجل جاي
كل تفكيره انه عايز يطور الحاجه دي من خلال برنامج الاتحاد بيحطه، وهو بيحطه الاتحاد يقتنع بالقرارات دي يبتدي ينفذها. الكلام ده عايز سرعه، وعايز ناس بتشتغل بالظبط، وعايز ناس بتحب البلد دي بالزبط. وبتشتغل علشان تطور الكوره. انما ما ينفعش ان انا اطلع اقول شعارات للاسف يعني، واقول حكامنا احسن ماشي حكامنا احسن، بس هي اخطاء قاتله. وانا شايف احنا شفنا يا كابتن، انا كلمت الاستاذ عامر حسين انا في ماتش، في احدى ماتشات الراجل شاط رجل اللاعب، الحكم ما ادالوش انذار، اللاعب واقع على الارض واللاعب شاط كان في ماتش الجونه وبيراميدز، ضربات جزاء غير موجوده تتحسب. الجونه وبيراميدز لما هشام نزل الملعب ماتش ماتش الاهلي ازاره جول سليم وضرب الجزاء، ده مش ضرب جزاء دي مصيب. طيب هل ده ممكن جدا يعني لو راحت للفيفا والحكام اللي بيعملوا فينا كده؟ فالتحكيم اذا ما كانش يبقى فيه وقفه، وبعدين كلام كتير الدوري ممكن ما يكملش دور، لا اتحاد الكوره ده تبقى وصمه عار في جبين، لازم حاجة اسمها الدوري ما يكملش، لابد يا كابتن تمام يا كابتن تمام. التحكيم اهم عنصر من عناصر اللعبه. طب احنا كده بنخلص عليه خالص، قول لي ازاي. اه اتفضل. ان انا دلوقتي كنادي، انا مثلا مستضيف مثلا المقاولين، انا كاهلي مستضيف المقاولين، المقاولين عايز حكام اجانب، طب افرض ان انا عايز حكام مصريين، ده ماتش انت فراغ غريب جدا. ما انا بالظبط انت كده قضيت على الحكام بصراحه من وجهه نظر انا تحديدا، انا مش هقول وجهه نظر الضيوف، لكن انا بلاعب فرقه وماتشي على ارضي بالزبط. والفرقه عايز تجيب حكام اجانب، طب افرض ان انا عايز حكم مصري، ده عامل بروتوكول مع 15000 دولار اعتقد برضو ان هم قليلين جدا، 15000 دولار من غير حكم الرابع والخامس، ما عنديش الامكانيه ان ادفع. طب وعايز الخامس ما فيش الرابع والخامس كمان، ده دفع 15000 وما لقيناش الحكم الرابع والخامس، ما لقيناش الرابع ولا الخامس. لا ده هم قالوا عشان دي من احد المشاكل النادي المولين العرب وقف فيها، واتكلم محتاج في الملعب. العالم كله يا كابتن ما فيش خامس، العالم كله ما فيش رابع وخامس، احنا دايما نفتكر بحاجات كده غريبه، ما فيش في العالم كله حد بيطبق رابع وخامس دي خالص اللي احنا. فانا بستغرب يعني اتفرج على اي دوري في العالم، في اي دوله في العالم ما فيش الرابع والخامس الا عندنا احنا بس. فدي برضو حاجات من النوادر اللي هي ممكن تحصل، ومش معقول تحصل في وجود اقامه. معقوله ما فيش رابع وخامس؟ لا في لا الحكام مساعدين يا كابتن، الحكام مساعدين الرابع والخامس اللي ورا الجول. فين؟ في اي دوري يا كابتن؟ ده كل فريق دوري، كل فريق دوري اوروبا رابع وخامس استحاله. استحاله يا كابتن. يا جماعه حد يقول لي بصراحه استحاله يا كابتن. انت متاكد؟ ممكن احنا يا كابتن اقول لك حاجه، ممكن اعلم مننا احنا ممكن رابع وخامس مش موجوده في العالم كله، يعني اي حد ممكن يعني يسال. دي كان في كاس العالم يا كابتن، كاس العالم اللي فات. كابتن عادل الحكام اللي على الخطوط، انا بتكلم على الرابع والخامس اللي ورا الجول. ايوه هم اللي الخطوط، الحكام مساعدين وما بيسموهمش مع الـ طبعا مع حكم الساحه وحكام الرايه اللي بيديله البينالتي زي انذاره كده لما يتشال وجود الفار. الفار كان ده جابه فار اوضه كمان، اتشال وقع على الارض بتاع انذاره ده هنا، فالحكم الرابع ده على التوانسه ان هم لعبوا ما رضيش يديله حاجه خالص. عارف عمل ايه؟ احرج الراجل، احرج الحكم طبعا، يعني حاجه تروح تصفر ضربه جزاء ما ادالوش حاجه. الدليل على كلام ان الاخ عصام دخل في مداخله من يومين، قال ان الحكام اللي جايين من تونس جايين ثلاث حكام فقط، لان ما عندهم ما فيش في العالم كله دلوقتي في رابع وخامس. ده ازاي هم اصلا الحكام دي كانوا بيلعبوا نهائي كاس اعتقد في تونس ومعاهم حكام رابع وخامس معاهم ليه؟ ده التبادل اللي بينا وبينهم يا كابتن، حصل حاله تبادل بينا وبينهم لتهدئه الوضع كده شايف، قالوا احنا هنودي حكام من عندنا يحكموا في تونس يروحوا تونس، ودول هيبقى يجوا عندنا. لما جم نسيوا بقى يجيبوا. والله كابتن عادل انا مش عارف، انا برضه شككتني، بس ممكن من سرعه الدوري الاوروبي سرعه، بس لا انا بشوف بشوف يعني حكام. هي المعلومه انا يعني ممكن بس كاس العالم يا جماعه هشام الحق كانوا واقفين وبيحكموا معاه في كاس العالم وكل حاجه يعني. طيب نروح للماتش مصر مكسر حرس الحدود، انا عايز اسمع رايكم في الاهلي وحرافة، عايزين بسرعه. مصر مكسر حرس الحدود انتهى 3-0 للمقص. الحرس كان بيأدي اداء رائع جدا لحد ما جه فيه الهدف الاولاني، وبعدين حصل نوع من الهبوط، وبعدين الشوط الثاني السرعات وطبعا جون انطوي جاب الجول الثاني والثالث، فطبعا النتيجه عادله جدا. كابتن ماهر، طلائع الجيش والاسماعيلي وكانت هزيمه قاسيه جدا، دي من 4 سنين يعني مباراه تسيدها طلائع الجيش. زي ما قلت لك يا ميدو ان محمد حلمي الفوز الثاني ده له ثقه
خصوصا لما اكتملت اللعيبه. قلنا اكتملت تشكيل الجيش في خلال هذه المباراه. بعض العناصر المميزه كانت موجوده: محمد بسام في حراسه المرمى، اسلام جمال واحمد سامي قلبي الدفاع، محمد رزق في نص الملعب، احمد كابوريا، كريم طارق بقى الحدوته اللي موجوده بصراحه، يعني من اللعيبه المميزه جدا 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 ومش واخد حقه اعلاميا كريم. في الدوري الممتاز كريم من يوم ما طلع عمل وجيم يا كابتن عادل، كان وضعه في هذه المباراه غير كل المباراه بصراحه، تفوق واضح قوي من هجوم طلع الجيش، ويستحق ثلاث نقاط واداء ونتيجه النادي الاسماعيلي. وانا شايف النادي الاسماعيلي يعني من بدايه الموسم كابتن عادل هيكمل المشوار ازاي النادي الاسماعيلي؟ من الانديه الكبيره بصراحه عندهم مشكله بتحبها. عندهم مشكله وجماهيرهم كمان جماهير متذوقه للكوره كمان في البطوله العربيه او في البطوله الافريقيه. فانا مش عارف النادي الاسماعيلي بالمستوى اللي موجود عليه هذا الموسم ازاي هيكمل المشوار. كابتن شريف، سموحه والزمالك انتهى بالتعادل ايجابي 1-1، وسموحه كان عندها فرصه عمرها ان هي تاخد الثلاث نقاط بدلا من نقطه واحده. من اجمل مباريات النهارده امبارح اللي انا شفتها واتفرجت عليها قبل ليفربول وباريس سان جيرمان. انا شفت الحقيقه اوبن الزمالك وسموحه اوبن جيم هايل. لم احس في لحظه ان في فريق متفوق على فريق، وان كان الزمالك بنسبه 5% مش اكتر متفوق بعد الجول. كمان دايما الزمالك ان هو بيلعب على الشيء الاسم الكبير والفوز وتعويض ما فاته من السنين اللي فاتت في بطوله الدوري خاصه. سموحه كان وراها جهاز فني عارف يدير المباراه كويس قوي، عارف يقرا المباراه حتى في اخفاقاته في انطلاقات التوغل بتاع نادي الزمالك داخل ال 18 واحراز هدف. غلطه نادي الزمالك ان نادي الزمالك او نادي الاهلي او الفرق الكبيره لما بتحرز هدف لازم تحرز الهدف الثاني عشان ما يشاركهاش اي حد في الثلاث نقاط، وده اللي حصل. شارك سموحه بهدف حسام حسن الرائع بضربه راس. وعايز اقول لك حاجه بسرعه كده، كل الفرق انا شايفها دلوقتي معتمده على الثوابت وعلى العرضيات ومن اي حته في الملعب. يعني تحس ان اول ما بعدي خط النص بلعب العرضيه للاثنين فراوده بتوعي او الانطلاقات اللي جايه. انا بشكرهم على الاداء الجيد ده والفرقتين حقيقه، بل كانوا يستحقوا التعادل الفريق. كابتن ماهر، الاهلي وحرية الغيني طبعا ده ماتش كل الاهلاويه مستنياه، شايف الماتش ازاي؟ صعب ولا سهل؟ الاهلي عنده مشكله في المساكين، قول لي بسرعه. مش عايزين النتيجه يعني تبقاش خداعه، يعني الناس تقول لك ايه 0-0 النتيجه ممكن تكون مطمئنه. لا، كره القدم ما بتعرفش غير البذل المجهود والعرق، والنادي الاهلي نادي البطولات، نادي القرن. النادي الاهلي 0-0، انا شايف النتيجه ايجابيه للنادي الاهلي. النادي الاهلي محتاج هنا ان شاء الله الفرص اللي ضاعت من صلاح محسن وضاعت من ازارو. نتمنى الهجمات النادي الاهلي من خلال 90 دقيقه ان تثمر باهداف، وبدايه المباراه يا ميدو مهم جدا بالنسبه لنا، الضغط على نادي حريه وان احنا نسجل هدف او ربع ساعه يفرق معانا في نتيجه المباراه، والثقه اللي تقدر ياخدها اللعيبه والجهاز الفني في 90 دقيقه من هذه المباراه. يا رب يا رب. كابتن عادل، ان شاء الله. انا برضو سمعت او يعني تابعت احد البرامج. النادي الاهلي في المباراه الاولانيه الحقيقه كان في نوع من انواع الرهبه في الاداء نتيجه الحراره الغير طبيعيه والملعب بالظبط، الملعب السيء. مع شفنا امكانيات النادي ضعيفه جدا، ومع ذلك ولادنا يعني ادوا اداء الى حد ما، لكن الحقيقه كانت في فرص كثيره جدا ضايعه. في بعض اللاعبين كان في علامه استفهام بالنسبه لادائهم، وانا بكرر وبعيد مره ثانيه وثالثه، ممكن جدا عبد الحميد حسن ما يبقاش موفق، لكن بيديني 8 من 10. تمام، بيحاول بيديني 8 من 10 بالظبط، يعني بتجري وتموت نفسك وبتلتحم وبتعمل كل المجهود اللي مطلوب منك. انما مش مطلوب منك انك انت ما تاديش ولا تلتحم ولا وانت مواليد 97. ما ينفعش. فالكلام ده احنا بنقوله ليه؟ لانه الناس الاهلاويه يعرفوا يعني ايه قيمه النادي الاهلي. تمام، ويعرفوا يعني ان النادي الاهلي مكسب واداء. تمام، مكسب واداء مكسب واداء. ويبقى منتظرين النجم ده اللي طالع اللي نازل للملعب ده يأدي لهم اقصى حاجه عندهم، بيثبت في ذاكره كل اهلاوي وكل جمهور النادي ان هذا اللاعب النجم اللي طالع ده في وسط مجموعه النجوم اداؤه ده بيثبت في ذاكره الناس، وخاصه في البدايه. يبقى انا عارف ان انا الراجل ده
هذا اللاعب خلاص بيديني 8 من 10 خلاص بالزبط. انا منتظر منه 8 من 10 على طول. بالظبط. النادي الاهلي برضو سمعت برضو بعض الحاجات يقول لك النادي الاهلي المفروض يبقى عنده حرص. حرص ايه؟ ده النادي الاهلي ابو البطولات. ده النادي الاهلي برشلونه وريال مدريد بينافسوه، كان النادي الاهلي من المنافسين وكان من سنتين كان هو الافضل اكثر تتويج. يعني يعرف يعني ايه يامن الجانب الدفاعي بتاعه، يعرف يعني ايه لما فريق الناس بتهاجم هو بيبقى بيدافع كويس قوي. تمام. وبعدين في عندنا حاجه كنا طول عمرنا بنعملها، ان احنا بنهاجم كويس قوي بندافع كويس قوي. وعلى مدى تاريخ النادي الاهلي اكتر نادي بيجيب اهداف في الموسم واقل اهداف بتخش مرمى. الكلام اللي ده هيبقى موجود الماتش الجاي ان شاء الله. الماتش الجاي باذن الله تعالى هنجيب اهداف كتير ان شاء الله، ومرمانا مش هيجي فيه اي هدف يا رب، لان احنا فرقتنا بعون الله بعون الله على كفاءه عاليه جدا، والراجل كل ماذا وبيعرف نقطه القوه والضعف اللي فيه، كل ما هيقعد كل ما يعرف ان عنده لاعبين على كفاءه عاليه يبتدي يديهم فرص، ويدي فرص لناس ما خدتش فرص، والناس اللي خدت فرص وما ادتش ممكن تستنى، والناس اللي هي كانت هدافين دوري ولا اخره تبتدي تاخد فرص، لان دي عناصر قوه. عايز ترجع الناس اللي قاعده الناس اللي هي عناصر قوه تديهم فرصهم تاني. اديهم فرص، يعني احمد الشيخ مثلا يبتدي يدخل، يبتدي يدخل وهكذا. انما ان شاء الله بعون الله احنا الماتش اللي جاي افكرك باذن الله تعالى هنكسب، وهنكسب نتيجه مريحه باذن الله. كلام جميل جدا وكله ثقه وتفاؤل وثقه اكتر كمان. كابتن شريف بص، لابد ان يتحلى بالجرأة. كاريرون عنده لعيب زي صلاح محسن ده، ده انا مش هستنى العب بفرود واحد بهذا الشكل. ده انا هاخد من كلام الكابتن عادل، احنا لازم نلعب باثنين فراوده ونبعد خالص عن قصه 4-2-3-1. دي مش الكالتشر بتاعنا ولا الشكل بتاعنا ولا ده يديني اي حاجه. وانا لما قعدت هنا انا وكابتن سيد عبد الحفيظ والكلام بيقول لي ايه رايك تلعب ازاي؟ قلت له العب 4-1-3-2. قال لي هتلعب 4-1-3-2 بره، كان اسامه عربي قاعد مكاني. قال لي مش هيقدر. قلت له انا عارف انه مش هيقدر، بس هو لابد بقى ان يتحلى بان احنا يبقى عندنا رابط واحد، لغه واحده، اذا كان سوليه لو خاف او حسام عاشور هو اللي في المكان ده بقى. بس الاثنين لا، مش احنا، السوليه بعيد، مش احنا، لا انا بقول لك انا عارف بعد كده لو عايز يلعبه يا يلعبه هو يا يلعب حسام عاشور. اوكي. والثلاثه وانا اتناقشت معاك، انا اتناقشت معاك في ايمن اشرف وقدامه علي معلول. ليه قدامه علي معلول؟ لعيب حر ولعيب بيعرف يلعب كوره، انما هو ديفندر باك ليفت قصدي، هو ديفندر باك ليفت قصدي يعني، او بيدافع حاجه زي كده. هو ما عندوش الحقيقه الملكه ان هو يقدر يطمني في اي فروت بيهجم عليه او اي حاجه. انا ببقى قاعد بقول يا رب حد يغطي على علي من ورا عشان ما يسمحش في المساحات، ودي الحاجات اللي هي ممكن يحصل لنا فيها اختراقات، وخسرنا بيها الدوري افريقيا البطوله السنه اللي فاتت على فكره. احنا خسرنا بكورتين عرضيتين بضربه راس جوه جول من فرقه الوداد. اللي انا عايز اقوله تاني، لابد ان نلعب باثنين فراوده ونتحلى بالجرأه، لان احنا فرقه كبيره، وزي ما قال الكابتن عادل كابتن معاك، احنا بنلعب على 3 نقاط، وننزل الماتش الجاي يا كابتن خسرانين 2-0. يعني انا لازم انزل الاعب الفرقه اللي انا هلاعبها اللي متعادل معاها 0-0 دي، وانا حاسس ان انا مغلوب 2-0. اما اعوض ال 2-0 يبقى انا كسبت الفرقه. اكيد يعني كلام مهم جدا، واكيد زي ما قلت لحضراتكم هيبقى فيه كلام كبير جدا وكلام مطول عن هذه المباراه ومباراه الاهلي وحوريه الغيني مع كابتن سيد عبد الحفيظ ان شاء الله يوم الجمعه. وهيكون طبعا كلام اكتر يوم الماتش بيكونوا مع كابتن سيد عبد الحفيظ قبلها بساعتين، هتتكلموا كتير جدا وهتسمعوا اراء نجومنا الكبار. قبل ما اشكر ضيوف الكرام، حابب اعرض عليكم الفيديو تاني عشان انت كنت عايز تتكلم على محمد حسن ابو النصر اللي عرضناه قدام حضراتكم، هتشوفوه تاني مره تانية. اتفرج كابتن عادل على الولد ده، حاجه يعني تشيب. كابتن ماهر الشاشه اهي. ده اولا نوع من الاصرار والتفاؤل والعزيمه والايمان بالله والرضا، ولا يعني ما عندوش اي ذره نقص ان هو مثلا رجليه او يعني حاسس بسعاده، وبيعمل عرض قوي جدا قدام الناس كلها، وراضي باللي ربنا قسمه له. الحقيقه المفروض الراجل ده او الشبل ده او الناشئ ده 12 سنه الوزاره يعني وزاره الشباب والرياضه. انا عايزك تشوف هينط الحواجز ازاي يا كابتن عادل دلوقتي، حاجه تشيبك. ده 12 سنه هو ولد كده، ولد من غير اقدام، نفسه يلعب كوره،
فالفيديو ده مش مصورينه عشان انا اعرضه، الفيديو ده صوره ده من بلدي من نواصي البحر المنصوره، ده بيصوره ولد عادي بالتليفون. بص يا كابتن هينط الحواجز دي ازاي؟ ده نفسه يلعب كوره، حاجه بصراحه يعني تقطع القلب. نفسه يلعب كوره، يقول الحمد لله عايز يلعب كوره، فشاف زمايله بيلعبوا فقال له انا ممكن اتمرن كده، انا ممكن اتمرن زيهم، فاتمرن ويعني بيعمل تمرينه اساسا مجهده للرجلين. العزيمه دي اللي موجوده عند بعض اللاعبين في الدوري الممتاز اعتقد الروح دي الروح. انا بستاذنك يا كابتن ان احنا نقول له احنا عايزين نجي لك وعايزين نجيب لك اللبس اللي هتلعب بيه المباراه، النفسيه اللي بينك وبين نفسك وبتتفرج على لعيبه كبار، اعتبر نفسك داخل الملعب، ما تعتبرش داخل نفسك انك انت مأخرك حاجه، غير ان احنا كلنا بنحسدك على هذه الروح اللي انت فيها. اعتقد ان لو حد فينا ما افتكرش انه كان هيبقى بهذا الشكل. ربنا يعوضك عن كل ما هو منحك اليه، واحنا لازم نجي لك ولازم نجيب لك تيشيرتات بيبو وتيشيرتات شريف وتيشيرتات ماهر وكابتن عادل، وتخليها عندك في الاوضه حاجه يمكن تخلينا مش عارفين نعمل لك حاجه غير ان احنا نحسسك بوجودنا معاك في كل لحظه. دي حاجه ميدو بتشعر باسم الواحد بصراحه. انا ما قدرتش اكمل في الانترو بصراحه، ما قدرتش. حاجه جميله بنحييه من خلال برنامجك طبعا، وبنتمنى له التوفيق والصحه، وبنقول له يعني واضح انك انت بتحب الكوره بشكل جنوني، يعني احنا بنعتبر اهلك موجودين نقدر نساعدك باي حاجه انت محتاجها، زي ما شريف قال اذا كانت حمراء كره قدم نقدر نقدمها لك، بعض تذاكر مباريات النادي الاهلي يشرفنا طبعا، يشرفنا في اي وقت. فيعني نموذج نتمنى زي ما الكباتن قالوا، نتمنى بقى الشباب يا كابتن عادل يا كابتن ميدو يا كابتن شريف يتفرجوا على الولد دوت وهو بيقوم بالاحمال الجميله دي يا كابتن عادل. عم محطات يعني محطات يا كابتن، يعني في نقطه مهمه جدا، واضح قوي ان هو مميز جدا، ان هو يبقى في جهاز قدمين طبعا. بالظبط جهاز قدمين اعتقد يلبسهم نجيبهم ويبقى الراجل ده يعني بيتمرن عليها. اعتقد ان كلنا نقدر نعمل كده، مش لازم تبقى وزاره الشباب والرياضه بس، احنا هو كلنا هو كابتن نقدر هذا الدعم. طبعا الاجهزه التعويضيه دي انا بقول لحضرتك ان محمد حسن ده محمد عنده 12 سنه، الفيديو ده اتصور له عادي جدا زي ما قلت لحضرتك في بدايتي معاكم في الانترو. محمد حسن عايز يلعب كوره، مش هيسافر بره يعملوا له الجهاز التعويضي ده هيرجع يلعب كوره. انا الفيسبوك كان نزله صديق ده حد من البلد يعني امبارح عنده، فانا كلمته قلت له ايه ده، بعت لي الفيديو بسرعه فبعته لي، فبكلمت محمد انا النهارده، ولد صغير جدا، فبقول له يعني انت ازاي كده، انت بقول انا لسه طالع من التمرين، انت متخيل. فانا طبعا انا جاي في العربيه، انا خايف، انا بروح قوي في الحاجات دي، فانا عم مش مركز في الطريق ومركز معاه. انت رحت مع الناس كلها بعد اللي انت عملته؟ فقال لي انا لسه طالع من التمرين ومخلص تمرين ساعتين. فبقول له طب عملت تمرين يعني كسرت الدنيا فيها؟ فقال لي انا كسرت الدنيا وعايز لسه اكسر الدنيا. قلت له طب انت عايز ايه؟ قال لي نفسي العب في نادي الاهلي. يا محمد انا هاجي لك وهديك الكوره وحطها بدماغك في احسن حارس مرمى يا كابتن. محمد حسن حد يقنعه ان هو ما لعبش كوره. انا بشكرك شكرا جزيلا كابتن عادل. احنا اللي بنشكرك كابتن ماهر كابتن شريف على الفيديو الجميل اللي انت جبته لنا. بس في نقطه صغيره قبل ما نختم، ان كان في ناس بتناشد الجمهور انه يجي الماتش. جمهور النادي الاهلي مش كده، جمهور النادي الاهلي هيجي ان شاء الله. اكيد يا كابتن، محدش يعني يطلب الجمهور انه يجي. اكيد اكيد الجمهور جاي، الجمهور النادي هيروح، الجمهور كله طالب يروح الماتش ده. الاهلي عمل حاجه جميله قوي، وفر المسافه على الناس اللي هي تبقى موجوده ان شاء الله في جوه مصر. نورتني وشرفتني يا شباب، وطبعا كلمه طبعا لمحمد حسن، كل الناس انت شفت يعني جايين لك يا محمد، مش تعاطفوا معاك، حبوك فعلا من قلبهم. وانا بطلب طلب رسمي جدا وطلب عادل جدا ان يكون في حد يتبنى هذا البطل، ان ممكن يكسر الدنيا. يعني محمد حسن شفته بيجروا ازاي بايديه، ممكن لو لعب سباحه مش هياخد بطولات ويحطم ارقام، ده هيحطم حمام السباحه نفسه بعزمته بارادته بسرعته اللي بيجري بيها على الارض بايديه. فاتمنى ان حد من اللجان الاولمبيه المختصين بمثل هؤلاء الابطال، اتمنى ان هو يبقى على تواصل معانا عشان اقدم له محمد حسن، شوف ممكن يعمل معايا. واعتقد انه هيلاقي ميدو مش في المانيا بس يا ميدو، ها ده ايطاليا دلوقتي بقت متخصصه في الحالات دي. اكيد اكيد.
شكرا جدا ليكم وبشكركم مره تانية ودايما بتشرفوني وتنوروني. استنوا الكابتن سعد عبد الحفيظ ان شاء الله يوم الجمعه عشان يتكلم على ماتش الاهلي وحريه الغيني بالتفصيل, واستنوا يوم السبت ان شاء الله ينور الدنيا مره تانية. نورتوني وشرفتوني ودايما تصبحوا على الف خير.